السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم الدكتور علي محمد ومحاضره جديده بالكلينيكال انزيمولوجي. وصلنا جزء الانزيمات اللي تصعد بحاله الكاردييك ديزيز، واللي نقصد بها الام اي طبعا اللي هي الجلطه. بعد ما اخذنا بالمحاضره السابقه الانزيمات اللي تصعد بحاله الهيباتيك ديزيز او الليفر ديزيزز. طبعا تتذكرون بالمحاضرات السابقه اللي المفروض وانصح كلش تكونون قاريها قبل لا تقرون هاي المحاضره، لان الافكار نفسها وشي يفيدكم بقرايه شيء ثاني. انه احنا اتفقنا راح ناخذ اورجان معين وامراض معينه ونشوف يا انزيمات راح تصعد حتى يكون استخدامهم كلينيكلي اسهل لنا، وبنفس الوقت الحفظ والفهم يكون اسهل. فراح اروح على اخير سلايد باخير محاضره، هذا الرسم راح يشوفون يوضح لكم الانزيمات يلي حتصعد بحاله الام اي، وراح نعطيكم الفكره مالهم كل واحد قبل لا نبدي نقراهم، حتى يكون عندكم تخيل لكل انزيم قبل لا تبدون تقروه وتعرفون على شنو تركزون عليه. شوفون هذا إنسان صار عنده MI، فخلال طبعا هذا بالأيام، خلال الجزء الأول من اليوم الأول، يعني خلال أول 4 ساعات إلى 8 ساعات بدأت تصعد عنده إنزيمات معينة. شوفون أول واحد، خلنا نبدأ بالتروبونين تي. هسا راح نشوف شنو فكرته، بس يعني خلنا نشوف شلون حيصعد. شوفه صعد بالبداية وصعد، وصل لأعلى شيء للماكسيموم مالته خلال أول يوم، وبعدين بدأ ينزل وظل ينزل وأخذ أيام هواية إلى أن اختفى. إذا إيش قد طول؟ طول إلى بحدود 10 أيام، ممكن يكون أقل شوية أكثر شوية، بس تقريبا إلى 10 أيام عن ما نزل. إذا إيش تستنتج من التروبونين؟ تستنتج إنه إذا واحد صار عنده جلطة خلال أول كم ساعة تقدر تسوي له تحليل تروبونين، وإذا شفته صاعد فراح تقول عنده جلطة. طبعا هاي بعد ما تسوي له ECG أكيد وتفحصه كامل وتأخذ منه هيستوري، هذا منتهي من عنده وشارحي لي الكلام، بس إحنا بصدد الإنزيمولوجي يعني الإنزيمات حاليا. فراح تاخذ منه هيستوري، تسوي له اكزامينيشن، تسوي له ECG وتودي تروبونين. تمام، اذا شفت التروبونين صاعد فمعناته هو صار له كم ساعه عنده MI جلطه، فراح تبدي تنطي العلاجات حسب اللي راح تاخذوها بالباطنيه. بنفس الوقت التروبونين يشوفون يطول حتى ينزل، يعني يطول لك الى حدود 10 ايام، فيفيدك حتى تعرف انه هذا المريض كان عنده جلطه او لا، ويفيدك بالفولو اب مالته، ويفيدك اذا واحد عنده كان يعني كان عنده هيستوري بعد عمليه او بحالات معقده شويه، انه ورا كم يوم على ما انت تريد تعرف انه شنو كان عنده، فتستفاد من التروبونين. ناخذ الانزيم الثاني اللي هو شيء اسمه الكرياتين كاينيز ام بي او السي كي ام بي كاختصار. نشوف انه هو هم يصعد بس شويه يتاخر ورا التروبونين، يصعد هم يوصل الماكسيموم مالته خلال يوم او يوم وشويه، وبعدين ينزل خلال يومين، ممكن شويه اكثر من يومين، بس راح نشوف انه ينزل من وقت، يعني ما راح يستمر. فإذا السي كي ام بي بإيجابية، يعني اوكي زين انه هو يصعد بالهارت، يفيدك بالهارت، بس السلبيات مالته هم مو سبيسيفيك، لأنه موجود بالمسلز، يعني موجود بالعضلات، موجود بالبرين، فممكن انه يصعد بحالة الأمراض الصيب بالبرين، ممكن يصعد بحالة الأمراض الصيب بالعضلات. فإذا السي كي ام بي مو كلش سبيسيفيك، اوكي هو سبيسيفيك لأن ام بي، وهسه راح نشوف شلون، يعني هو نوعية الايزومر مالته او الايزو انزيم مالته هو ام بي، يعني خاصة بالهارت أكثر شيء، بس مع هذا ممكن يصعد بحالات العضلات بحالات البرين، فيخربطك ما ينطيك شيء كلش دقيق وديجنوستيك إنه هذا الهارت، وبنفس الوقت راح ينزل مو وقت، فما راح يفيدك بوقت طويل. ورا راح تجي تشوف الـ SGOT اللي هو طبعا الـ AST نفسه اللي احنا شرحناه بمحاضرة الليفر، راح نشوف هم يصعد وينزل، بس أكيد هذا مو سبيسيفيك لأن يصعد بحالة الليفر مثل ما قلنا، فإذا ما راح تقدر تعتمد عليه وحدة، يعني الـ AST وحدة صاعد ما يفيدنا بالهارت، أنا يعني أعطيكم الشيء اللي يفيدكم. فمبدئيا اللي يفيدنا اكثر واحد ليها الصراحه يشوفون انه هو منه انه هو التروبونين، صحيح التروبونين تي اكثر واحد يفيد، يعني يبدي من البدايه ويتاخر، فاذا هو والى حد ما سبيسيفيك للهارت اكثر من السي كي ام بي. ورا يجي السي كي ام بي، الاي اس تي تقريبا ما يفيدنا وما نستخدمه بالهارت، كلش قليل، يعني احنا كلينيكلي ما نعتمد عليه لانه مو سبيسيفيك، كلي يصعد بحاله الليفر ديزيزز. يبقى لنا شيء اسمه الـ LDH اللي هو اللاكتيت ديهايدروجينيز، اكيد سامعين به محاضرات الكربوهيدرات، راح تشوفون انه هو يتاخر بالصعود، فمبدئيا هو ما حيفيدك بالتشخيص، يعني ام اي جلطه صار لها يوم ونص، تشوفون امتى يبدي ورا يوم ونص او اكثر مما صار عنده ام اي، يعني المريض حاليا ماتت الخلايا مالته، ممكن هو اصلا مات بعد يوم ونص، فما راح يفيدك بالتشخيص راسا، بس يفيدك بحالات انه واحد انت تتوقع انه كان عنده ام اي. وارجع اقول لكم هاي مو حالات طوارئ، هاي حالات انك انت مريض مثلا او بحالات الطب العدلي او بحالات شخص انت تريد تعرف ايش صار عنده قبل كم يوم، فتقدر تستفاد من اللاكتيت ديهايدروجينيز تايب 1، وهسه راح نشوف شلون. فاذا صار عندك 4 انزيمز شلون راح نقراهم؟ راح نبدي نقرا اول شيء السي كي ام بي لانه هو مشهور
ومهم انه انتم تعرفوا. ورا راح نقرا التروبونين تي، الاي اس تي ما راح نقراه لان احنا قاريين بالليفر وما مهم. ورا راح نقرا اللاكتيت ديهايدروجينيز اللي هو يصعد بهوايه حالات غير الكارديك، فاذا اللاكتيت ديهايدروجينيز هو مو سبيسيفيك هم. فقبل ان نقراهم على السريع نعيدهم، التروبونين اول شيء سبيسيفيك يصعد من البدايه ويطول وقت طويل فاذا يفيدك. السي كي ام بي هو سبيسيفيك اقل، يصعد هم من البدايه شيء زين بس ينزل بسرعه، فيعني بشوية سلبيات. اللاكتيت ديهايدروجينيز تايب 1 يعتبر بسلبيات أكثر لأن يصعد متأخر. الإيجابية الوحيدة مالته يطول أكثر، والسلبيات الأخرى أنه هو أبدا مو سبيسيفيك ويصعد بهواية حالات. راح يشوفون كلش هواية أمراض يصعد بها اللاكتيت ديهايدروجينيز، فإذا ما راح نعتمد أنه هو دياغنوستيك فور ذا هارت. اتفقنا، هو هذا اللي راح نقراه اليوم. راح تشوفون كمية انزيمات كلش هواية، يعني بعد هاي المحاضرة راح تكونون كلش مرتاحين، تكونوا كملتم أكبر جزئين من أجزاء الإنزيمولوجي اللي هم الليفر آند هارت، وراها البقية كلهم أسهل إن شاء الله. فنبدأ بالكرياتين كاينيز. شنو فكرة الكرياتين كاينيز؟ كاينيز تعرفون معناته فوسفوريليشن، من نقول إنزيم اسمه كاينيز يعني يسوي فسفرة، وكرياتين هو اسم المركب. الكرياتين هو عبارة عن مركب من المركبات اللي تحتوي نيتروجين. تذكرون من محاضرات البروتينات كنا نسميهم نون بروتين نيتروجينس كومباوند، هي كان اسمهم نون بروتين نيتروجينس كومباوند. من ضمنهم الكرياتين عبارة عن مركبات تحتوي على نيتروجين بالجسم، بس هي مو أمينو أسيد ولا بروتينات، تمام؟ هذا الكرياتين فكرته أنه يخزن لك الفوسفات، يعني يخزن لك الطاقة داخل الجسم. فحتى تحوله من كرياتين إلى كرياتين فوسفيت أو فوسوكرياتين، يعني ضيف مجموعة فوسفيت هنا، تحتاج إنزيم اسمه كاينيز، وطبعاً راح تجيب ATP تصرفه وتسوي ADP حتى ينطي مجموعة الفوسفات. زين ليش نخزن فوسوكرياتين؟ حتى ما نحتاج ينطيك الفوسفيت بسهولة. هاي هي كل فكرته. يعني هو storage form، الـ ATP مو storage form. يعني هاي من الشغلات اللي ألف باء كيمياء المفروض أنتوا تعرفوها بالبايوكيمستري، إنه الـ ATP ما تقدر تخزنه. يعني أكو واحد معندكم يقول أكو أورجان أو خلية راح تخزن لك ATP صفطة كـ ATP؟ لا، تشوفون الـ ATP يدخل بالتفاعلات. يعني الـ ATP دائما تشوفه بصيغة سهم، ماكو هيج ATP قاعد وحده، صح؟ فحتى تخزن طاقة بالعضلة يحتاج لك شيء تخزن به اللي هو الكرياتين. إذا الكرياتين هو الستورج فورم مال منه؟ مال الطاقة. ودائما احنا نقول بالعضلات، يجوز سامعيها عني أو ما سامعيها، هاي من الملاحظات علي محمد اللي أنتوا تكتبوها لي كلش تفيدكم، يعني تخليكم تتذكرون هواي شغلات. أنا كنت أكتبها من شرط طالب ودا أنقل لكم إياها. إنه العضلات تخزن كذا شغلة. شنو الأمور اللي تخزنها العضلات؟ تخزن جلايكوجين، صحيح؟ يعني تخزن السكر كجلايكوجين، وتخزن الأكسجين كمايوغلوبين، وتخزن الطاقة ككرياتين فوسفيت. هاي ثلاث شغلات تخزنهم العضلات. العضلات دائما تقول لك فلسفتها العضلات شنو؟ إنه أنت فجأة تحتاجني، تمام؟ وتركض فجأة، أنت قاعد فجأة تقوم تركض، فأني ما معقولة يعني راح أخلي الفسفلجة مال الجسم كله تتعامل ويا حالة الركض مالتك. أنت هيك كل أسبوع قررت تركض مرة، فأني الفسفلجة مالتي الطبيعية تتعامل لمن أنت قاعد، لما بديت تركض لازم عندي مخزون، فالعضلات هي تتحمل هذا الشيء. فتخزن لك دائما طاقة ككرياتين فوسفيت، تخزن لك أكسجين كمايوغلوبين، وتخزن لك جلوكوز كجلايكوجين، يعني دائما عندها مخزونها الخاص. بغض النظر عن هذا الكلام كله، الكرياتين كاينيز موجود بالعضلات، اذا بالمسلز، موجود بعد وين؟ موجود بالبرين، وبعد وين موجود؟ موجود بالهارت. احنا كل اللي نريده شلون نفرق بين الكرياتين كاينيز يطلع لك من الهارت بحاله الام اي، على اللي يطلع لك بالعضلات بحاله واحد صار عنده مرض بالعضلات لاي سبب كان، هسه راح نقراهم، او واحد صار عنده مرض بالبرين مثل اي مرض بالبرين اللي راح نقراهم، عن طريق الايزومر الايزو انزيم، العفو، عن طريق الايزو انزيم راح نعرف، وهسه راح نقرا هذا الكلام. انتهى الموضوع بهالبساطه. فنجي نقرا، يقول لك الكرياتين كاينيز مرات يسموه كرياتين فوسفوكاينيز او يسموه فوسفوكرياتين كاينيز، نفس الشيء. بشكل عام هو المختصر مالته سي كي او سي بي كي، الغالب هو السي كي. هو انزيم موجود بالبادي كوزس فوسفوريليشن، طبعا لان هو كاينيز الكرياتين اللي عرفنا شنو هو الكرياتين. السي كي هو انزيم جنرالي اسوشيتد وذ اي تي بي ريجنريشن، اعاده انتاج الاي تي بي لما تحتاجه. ان كونتراكتايل او ترانسبورت سيستم، الكونتراكتايل راسا يعني راح باركم على العضلات وعلى الهارت. predominantly physiological function occur in muscle cells involved in storage of high energy creatine phosphate، تمام. التشو سورس منين يجي؟ يقول لك widely distributed in tissue highest activity بالسكليتال مسل، بالهارت مسل، بالبرين تشو. دول الثلاثه هم الاساسيات وراح نفرق بيناتهم. السي كي موجود in much smaller quantities، وين؟ بالبقيه اللي مو كل شيء يهموك، بلادر، بلاسنتا، جاستروانتستينال تراك، دول كلهم بيهم عضلات. فبي كمية بس أقل، ثايرويد، يوتراس، كيدني، لونج، بروستيت، سبلين، ليفر، أمبكرياس، كل ذولا ما يهمونه. طبعا شوف الكبد، هسه انت راح تقول الكبد هنا ليش مو مهم؟
الكبد ما مهم، لان الكرياتين كاينس كلش قليل بالكبد، فيعني حتى لو صار واحد عنده هيباتيتس راح يشوف الكرياتين كاينس ما يصعد حيل. فتحديدنا للمهم يتحدد كلينيكلي، يعني لو طالب عادي هيك ما مهتم بال يعني خلينا نقول بالاولويه، راح يجي يقول لك الكبد مهم لان هو قراب الاي اس تي والاي ال تي، فراح يجي يربط الاي اس تي والاي ال تي بالكرياتين كاينيز، وهذا الشيء غلط. يعني ذوك شيء وهذا الشيء ثاني، فيعني انتم فرقوا بيناتهم. اذا شنو حفظتوا؟ حفظتم دول الثلاثه، دول الثلاثه راح نهتم بهم، البقيه فقط للامتحان نقراهم. فراح نشوف الكرياتين اخذ اي تي بي وياه، اجى الكاينيز حوله الى كرياتين فوسفيت او يسموه فوسفوكرياتين واي دي بي. يشرح لك شوية فسلجة، أنا شرحت لكم إياها بس نقراها. يقول لك فيزيولوجيكلي من المسل كونتراكت الـ ATP يتحول إلى ADP، والكرياتين كاينيز يسوي لك ريفوسفوريليشن يوزن كرياتين فوسفيت. عفوا الكرياتين كاينيز يسوي ريفوسفوريليشن للـ ADP، يحولها إلى ATP مرة ثانية حتى تستعملها حتى تركض. ويستخدم منه؟ يستخدم المخزون. المخزون منه كرياتين فوسفيت as phosphorylation reservoir. reservoir يعني مخزون، يعني نقدر نقول عليه storage form، صيغة خزن. زين الكرياتين كاينيز انزيم هو دايمر، من نقول عليه دايمر يعني بوحدتين، يعني جزئين مع بعض. فالجزئين انطوهم اسماء يعني سب يونتس، كل جزء انطوه اسم. فقال لك اذا من العضلات سميناه ام، اذا من البرين سميناه بي. طبعا هذا مجرد اسم، يعني هو مو معناته مصل وبرين، انما الام لان قال لك بالعضلات موجوده بصيغه يسموها ام ام اللي هي بالمصل بالستريتد مصل. ستريتد مصل يعني فولنتري عضلات مالتك. فبما انه هاي تو سب يونت موجوده بالعضلات فانطوها اسم ام، تمام. في حين بالبرين اكو صيغه ثانيه يسموها بي بي. فاذا المسلز هي ام ام، البرين هو بي بي، زين الهارت شنو؟ ام بي، صار بالنص، لا هو بي بي ولا هو ام ام، صار صيغه اسمها ام بي، ام بي اللي هي موجوده بالهارت. وهنا لازم نعطي ملاحظه كلش كلش مهمه، مو معناته الام بي بالهارت معناته معظم الكرياتين كاينيز الموجود بالهارت هو بصيغه ام بي. اعيدها مره ثانيه، يعني هاي تفرق عندك، لازم تعرفها، يعني ممكن تجي بالامتحان وتغلط بها. صحيح الهارت من نقول الام بي يعني الام بي موجود معظمه بالهارت، بس مو معناته معظم الكرياتين كاينيز بالهارت هو ام بي، معظم الكرياتين كاينيز اللي بالهارت هو الام ام. فراح اشوفوا النسبه هسه، راح نشوف النسب هنا مكتوبه اعتقد، يعني شوف هنا خلي اعطيكم اياها النسب راسا. يعني شوف الكرياتين كاينيز ام بي وين موجود؟ بالكارديك مصل وبالسكليتال مصل كلش قليل. الكرياتين كاينيز الام ام وين موجود؟ بالسكليتال مصل معظمها اوكي هو ام ام اكيد بالمصل، وبالهارت هم معظمها. فلو اجاك سؤال، شوف الصيغه مع السؤال حتى تعرف تجاوبه، يعني اهل الكيمياء يفيكون يعني يحبون هاي الامور. لو قال لك الكارديك مصل يا كرياتين كاينيز اكثر موجود بها، راح تقول له الام ام، الام ام 70 الى 75% من الكارديك مصل هو ام ام. بس لو قال لك يا انزيم سبيسيفيك للهارت راح تقول له الام بي. الام بي صحيح بالهارت هو موجود بصيغه 30 الى 35% بس، اقل اكثر، بس هو السبيسيفيك مال الهارت لانه موجود بنسبه كلش قليله بالسكليتال مصل. فهنا اكو افكار لازم تثبت. اذا الفكره نعيدها مره ثانيه، بالهارت اكثر واحد هو الام ام، بس سبيسيفيك مال الهارت اكثر شيء الام بي لان هو معظمه موجود بالكارديك مصل. بس مع هذا الام بي ممكن يصعد بسبب السكليتال مصل موجود 3 الى 5%، فممكن، ولهذا قلنا عليه مو كلش سبيسيفيك. صح هو الام بي معظمه بالهارت بس مو كلش سبيسيفيك. طبعا البي بي سهل، هو موجود بالبرين وموجود بغير مكانات، هم راح نشوفه. فنجي نكمل القرايه. يقول لك السي كي اكتيفيتي ريتس ان ستريتد مصل، اكثر شيء طبعا بالعضلات يعني كتلتها اكبر، يكون موجود بصيغه ام ام ايزو انزيم بالهارت مصل وبالبرين. السيرم CK concentration are reflective للمصل ماس causing male to have higher concentration than female. هذا ذكرناه بالمحاضرة الأولى إذا تتذكرون بالأخير، قلنا الكرياتين كاينيز activity higher in male بسبب شنو؟ increase muscle bulk. فشوفون هذا الملخص اللي أخذناه كلته كل انعاد، ولهذا دائما نقول لكم يعني أنتوا إذا شيء يعني تحسون أنه راح ينعاد فعوفوه بعدين رجعوا له. فالCK may be measured to evaluate myopathy أمراض العضلات، monitor patient with rhabdomyolysis. طبعا مايو يعني عضلات تعرفون، لسس يعني تحلل العضلات، ربدو يعني عضلات إرادية. ففرق يعني من يقول لك rhabdomyolysis يختلف عن الليومايوليسيس. ليو يعني مو عضلات إرادية، الليو مو عضلات إرادية، الربدو عضلات إرادية. فالrhabdomyolysis يعني عضلاتك أنت اللي تتحرك بيها. for acute kidney injury، فإذا المونيتر مع البيشنت اللي عنده rhabdomyolysis على مود الاكيوت كيدني انجري، واحد راح يقول ايش دخل الرابدومايوليسيس بالاكيوت كيدني انجري؟ الرابدومايوليسيس يعني تتكسر العضلات، يعني بروتينات، يعني نواتج النيتروجين، يعني يوريا، يعني كليه تنضرب، اوكي؟ فاذا العضلات دائما تربطها ويا الكلى.
فنجي نشوف هاي فكره الكرياتين كايناز مالت اللغ. يقول لك انت بالميتوكوندريا ايش راح تسوي؟ راح تصنع اي تي بي. هذا الاي تي بي راح تجيبه، طبعا منين جبته؟ جبته من الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. شنو الاوكسيديتيف فوسفوريليشن؟ تتذكر الكربوهيدرات، لما تجيب الجلوكوز وتدخله بعدين تسوي بايروفيك اسيد، بعدين تسوي استايل كولين، بعدين استايل كو اي العفو، بعدين تدخله بدوره كريبس تنتج ان اي دي اتش اف اي دي اتش 2، وين توديهم للميتوكوندريا، يسوي لك عمليه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، شرح لكم اياها بالتفصيل. فهذا الاي تي بي نتجناه راح نحوله الى اي دي بي عن طريق منو؟ الكرياتين كاينيز. من مقابل الكرياتين ايش سوينا؟ سوينا فوسفوكرياتين، اخذناه طلعناه برا الميتوكوندريا. وين وديناه؟ وديناه للعضله داخل السيتوبلازم حتى العضله تسوي كونتراكشن. فهذا الفوسفوكرياتين حولناهم عن طريق الكرياتين كاينيز الى كرياتين، وجبنا اي تي بي حولناه اي تي بي، اي تي بي استعملناه على مود المصل اكتيفيتي. شوفون بهالبساطه الاي تي بي نفسه تقدر تستخدمه مباشره، بس هذا الاستخدام المباشر هذا لمن انت تحتاجه بلحظتها. هذا الاستخدام استخدام الستورج الريزيرفر، هذا احتياطي لمن انت قاعد فجاه تقوم تركض، عندك احتياطي انت يفيدك. اوكي، طبعا هاي الفكره هي ككيمياء بحد ذاتها مهمه بعيدا عن الكرياتين كاينيز، يعني لازم تعرفها. زين، يقول لك الفوسفوكرياتين سيركت شوينج الفوسفوريليشن مع الكرياتين بالميتوكوندريا، يستخدم اي تي بي من الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، وبعدين يستخدم الميتوكوندريا الفوسفوكرياتين بالسيتوبلازم على مود ريسبلاي اي تي بي فور مصل. كلام اعاده. زين، الكلينيكال ابلكيشن يقول لك الكرياتين كاينيز فاوند بريدومينتلي ان هارت مسلز سكيليتال مسل اند برين، ونستخدمه على مود تشيك الانجري. اوكي، امتاز. يعني يقول لك انكريز ليفل اوف توتال سي كي مي انديكيت، مي انديكيت واحد من امور ثلاثه، يا عضلات يا هارت يا برين. فاول شيء بدالك ديزيز اور انجري افكتنج هارت مسل او سكيليتال مسل او برين. انكريز ليفل مال سي كي بي بي ايزونزايم مي انديكيت. هسه بدالك بالبي بي، البي بي قبل ما تبدون تقرون راح تتخيلون اي شيء يضرب البرين. شنو ممكن يضرب البرين؟ راح يجي ببالك ممكن شيء نزيف، صح؟ يعني نفس الجلطه اللي تصير بالهارت تصير بالبرين، فاذا صارت بالبرين راح تسوي، صحيح؟ اقول لك بعد شنو؟ نزيف، كل انواع النزيف. انت دائما تاخذ الجلطه عكسها منه؟ عكسها النزيف. زين، بعد السرطانات، صحيح السرطانات، ممكن بعد اي نوع من انواع الشمرات، الشمرات اللي هي مشاكل كهربائيه، يعني الشمره مشكله كهربائيه، اذا واحد ضرب نتله كهربائيه هي مشكله كهربائيه، تمام؟ هاي الامور اللي تفكر بيها. فخلنا نقراهم. يقول لك الديزيز افكت السي ان اس اللي هو البرين، يعني مثل البرين انجري، واحد مضروب على البرين، برين كانسر، سرطان منظمه، السيربرو فاسكولار اكسيدنت اللي هو ستروك يسموه سي في اي. هذا مختصر تحفظه، هاي من المختصرات المهمه. شلون الام اي هي مايوكارديال انفاركشن، السي في اي هو سيربرو فاسكولار اكسيدنت. سيربرو فاسكولار يعني دماغ، الاوعيه مال الدماغ، اكسيدنت يعني حادث يعني ستروك. سب اركنويد هيموريج يعني نزيف ما تحت الام العنكبوتيه، هذا نزيف تاخذه بالنيورو تعرفه، اللي هو نزيف اللي يطلع لك بالضبط مثل العنكبوت، يعني هو صح الام العنكبوتيه ما لها دخل، بس بالسي تي سكان يطلع لك اياه مثل العنكبوت. السيجرز اللي هي الشمرات بشكل عام، الشوك اللي هي الصدمه. الراي سيندروم، الراي سيندروم البطل اللي يتذكر امتى اخذنا الراي سيندروم؟ زين، بالمحاضره السابقه الراي سيندروم بوقتها حكينا عليها، قلنا الاسبرين ياخذوه الاطفال اذا تتذكرون، الاسبرين ياخذوه الاطفال فينصابون بفيروسز، صح؟ انفلونزا فيروسز، وذولا والهربس. فذولا من ينصابون بالفيروس يصير عندهم شغلتين كتبت لكم اياها بذاك اليوم، قلت لكم ينضرب عندهم البرين وينضرب عندهم الكبد، شغلتين يصير عندهم، فهذا هو مال البرين. فاذا الراي سيندروم انت ماخذها مرتين، حتى يعني اذكركم بيها راح اسوي لكم سيرش هنا، لان احنا اخذناها بجزء الجي جي تي، تشوفون الرايز ديفل مال جي جي تي، شوفون الراي سيندروم هنا شرحناها وقت قلت لكم الاشتنبار فيروس والسيتوميجالو فيروس والراي سيندروم. الراي سيندروم اللي هي تنصاب بجماعه الهربس والانفلونزا. زين، وهذا المره الثانيه اللي اخذناها. فهاي الراي سيندروم تضرب لك البرين. بعد الالكتروكونفولسيف ثيرابي يسموها اي سي تي. شنو هاي الاي سي تي؟ الاي سي تي هاي النتلات الكهربائيه ينطوها لجماعه الصرع، وحتى بالمرضى النفسيين، المرضى النفسيين يعتبروها الكتروكونفولسيف ثيرابي، يعني صدمات كهربائيه. والادينو كارسينوما اللي هي تطلع من البريست واللنج، واحد من عندكم راح يسال يقول الادينو كارسينوما من البريست واللنج جابها هنا؟ نقول له لان ممكن يسوي متاستاسيس للبرين، صحيح؟ بالمناري انفاكشن، هاي اضافه، لان قلنا البي بي موجود بغير مكانات. هاي خلصنا من عنده. نجي على بعد الام بي، وين يروح بالك؟ يروح بالك على الهارت. فنجي نشوف، يقول لك اول شيء الام اي، الاكيوت ام اي يعني جلطه اول ما تصير، بعد يعني ما يقول لك اكيوت ام اي يعني جلطه هسه، مو واحد صار له جلطه قبل 10 سنين هسه. الكارديك انيوريزم سيرجري، انيوريزم شنو هو الانيوريزم؟ الانيوريزم هو عباره عن فيزل بس صاير بيه توسع بهذا الشكل الفيزل، تمام؟
فهم بالعادة يعني إذا صار بالبرين يطبون يسووا له هيك لوب من الواير حتى لا يطق، وممكن يصير بالكارديك انيوريزم. أوكي، كارديك ديفبريليشن. الديفبريليشن هو شنو؟ فبريليشن يعني شنو؟ يعني ما جفان، صحيح؟ يعني يصير يعني فبريليشن شنو بالعربي؟ رجفان اعتقد، زين بطيني يسموه فنتركولار فبريليشن. ديفبريليشن هاي من تجيب الدي سي شوك وتضربه. طبعا الدي سي شوك احنا نستخدمه لمن اكو عدم انتظام دقه القلب، مو لمن يوقف القلب، يعني مو مثل ما يطلعوه بالافلام، بالافلام انه القلب واقف وضربوه كهرباء وعاش. لا، هاي احنا نسويها بالافلام يا اما لما انت جاي واحد هو عشيرته وميت، زين، وهم شايفين افلام، فانت من تحط الدي سي شوك يقول لك انت لا اضربه يلا، هو واقف لك فد 20 عقال حواليك، فانت تضطر يعني تنتله، زين، ولو ساينتفكلي ما راح يعيش، هو ميت يعني خلاص ما راح يعيش بي، بس اذا عنده فبريليشن سوي له ديفبريليشن عن طريق الكهرباء. المايوكاردايتس اللي هو التهاب العضلات، فنتريكولار اريثميا عدم انتظام دقات القلب اللي هو الاريثميا، والكارديك اسكيميا، اسكيميا طبعا هي الام اي. اما لو ازداد السي كي ام ام فمن اسمه ام ام يعني مسلز، فمعناته مشاكل بالمسلز، فيروح بالنا عن رابدومايوليسيس، وذكرنا انه كلمه رابدو يعني معناته السكريتال مسلز يعني الفولنتري مسلز، ومايو يعني عضلات، وليسيس يعني تحلل. واكو مصطلح ثاني يسموه ليو، ذكرنا ليو يعني العضلات اللي هي مو الاراديه. اوكي، فاحنا ناخذ الرابدومايوليسيس لان هي الكتله الاكبر اللي اذا صار بها تحلل واي شيء يخصها، يعني هسه راح تشوفون اللي الامور اللي بعدها معظمها تخص العضلات، يعني مثل شنو؟ مثل الماسكولار ديستروفي. كلمه ديستروفي، تروفي يعني النمو مالته، ديس يعني نمو مو طبيعي يعني نمو مخربط، شلون هايبرتروفي يعني نمو هوايه، هايبرتروفي نمو قليل، ديستروفي يعني نمو بطريقه مو زينه. هاي طبعا معظمها هاي امراض العضلات تكون جزء منها وراثي، يعني امراض العضلات اخذوها قاعده هم كتبوها ملاحظه لكم لان هاي حتاخذوها بالنيورو بعدين. امراض العضلات ما تجيك يعني اكوايرد بشكل كمان، يعني ما راح تجي تشوف مثلا مريض عنده مرض بالعضلات هو بعمره 40 سنه فجاه صار، يعني بالغالب الامراض اللي هي خطيره هاي اللي تاثر لك على شكل العضلات وتسوي ضمور قوي بالعضلات وكذا تشوفها انه هي وراثيه. اما الامراض الاكوايرد من العضلات فتلقاها مثلا ممكن انفكشن يصير، ممكن ويستنج بالعضلات، تمام، ممكن يصير بالنيورو ماسكولار جنكشن، يعني اكو امراض بالعضلات اكوايرد، بس بشكل عام الماسكولار ديستروفي وانواعها تشوفها وين؟ تشوفها بالامراض الوراثيه، وهي تاخذوها ان شاء الله بالنيورو بعدين. تشوفون اطفال يجون للدنيا عندهم مشاكل بعضلات مثلا الكتف، عندهم مشاكل بعضلات الفيز، عندهم مشاكل بعضلات الظهر، ما راح يقدرون يمشون ويا العمر وبعدين يموتون بالعاده بعمر صغير، لان العضلات يعني تعرفون نحتاجها بالتنفس، فبالاخير يعني راح يصلون مرحله انه ديف. طبعا المايوسايتس اللي هو قلنا الالتهاب من العضلات، اوكي مو حاله كمان ما راح تشوفوها هوايه بس موجوده، هاي كلها طبعا راح تزيد الام ام. الريسن سيرجري، طبعا الريسن سيرجري انتم تعرفون العمليات بشكل عام انت راح تسوي دمج للعضلات. الالكترومايوغراف، طبعا راح المايوغرافي يعني العمليه، الالكترومايوغرافي هي مثل الاي سي جي يسموه اي ام جي. الاي ام جي اللي هو يقيس لك الاكتيفيتي مال العضلات، واكو وياه دائما شيء اسمه نيرف كوندكتيف ستدي، يعني انا دائما اذكرها للطلاب اقول لهم احنا عندنا دراسه الاشارات الكهربائيه اكثر من فحص. اذا ردنا نقيس للدماغ نسميه اي اي جي، الكترو انسيفالوجراف، اذا جرافي كعمليه، اذا نريد للقلب نقول اي سي جي، الكترو كارديوجرام او اي كي جي اذا حالته البريتش، اذا نريد للعضلات راح نسميه اي ام جي، تمام؟ بقالنا منو بعد اكزايتبل تشو يشتغل بالكهربائيه؟ الاعصاب، الاعصاب راح يسموها شنو؟ نيرف كوندكتيف ستدي، تمام؟ اللي هو العصب نفسه البريفرال نيرف. فهذا الاي ام جي خاص بالعضلات، فراح اشوفها يزيد لك الام ام، ممكن يزيد لك الاي ام انجكشن قلناها، التروما بشكل عام اي صدمه ممكن واحد تتفلش العضلات مالته. يعني ممكن واحد اذا وقع يعني مو تتفلش انما يعني تتاذى العضلات مالته فراح يطلع الام ام سي كي. الكراش انجريز، الكراش اللي هو السحق، يعني مثل انه واحد يوقع عليه بناء او سياره تدوسه على الاخر تسحقه يعني، فراح يصير عندنا تحلل بالعضلات وانجري للعضلات. اكو حاله يسموها ديليريوم تريمينس، هاي حاله يعني مو هواي حتشوفوها، هي حاله مبدئيا هي كلمه ديليريوم يعني الهذيان. اوكي، ديليريوم تريمينس تصير عند الناس اللي يبقون فتره يشربون كحول كلش هوايه فجاه يسوون ويذ دروينج، يعني واحد مثلا خسر كلش بالبزنس، تمام، دخل رهانات او حسابات وقام يشرب شهر كامل،
هذا الشهر هو قام يشرب كلش هواي كحول وفجأة تركه، فراح يصير عنده withdrawal symptoms تتمثل انه يكون كلش irritable متهيج، يكون عنده shaking رجفات، يكون عنده shivering يعني تبدي عضلاته ترجف، هو ممكن يصير عنده convulsion اختلاجات ويصير عنده seizure وكل هاي الامور ممكن يودي للديث. فهذا طبعا اي شيء بحركه بالعضلات اكثر فراح يصير عنده زياده بالسي كي ام ام، تشوفون كل امور العضلات يعني اي انجري بالعضلات، اي شيء يؤذي العضلات، التهاب بالعضلات، حركه زايده بالعضلات كلها راح تزيد الام ام. بس يعني قلت لكم هاي حاله مو كلش كومن. المالجنت هايبرثيرميا، المالجنت هايبرثيرميا انه راح ترتفع درجه الحراره كلش عاليه تصير بسبب الانستيزيا بشكل عام، الانستيزيا التخدير. بعض الناس مو كل الناس طبعا، بعض الناس من ياخذوا مخدر عام راح يشوف انه ترتفع درجه حرارتهم من الجلوكوز هايبرثيرميا. هاي نشرحها بالفارما هي وعلاجها، حاله مهمه يعني حاليا انتم مو مهمه لكم، لان لا تنسون احنا لساتنا هدفنا هو السي كي ام بي ترى، يعني السي كي ام ام فقط نذكره من باب الاطلاع يعني. اوكي انت مطالب بيه بالمنهج ولازم تعرفه، بس خلاص هذا اللي عرفته عنه كافي. المالجنا هايبرثيرميا تحفظها كاسم لان تحتاجها بعدين، من الحالات الكومن يجي عليها اسئله هوايه، ويعني انا اذا دكتور دجي اشوف كل هذا الكلام راح اجيب لك المالجنا هايبرثيرميا لانها مهمه لك، يعني انت راح تحتاجها بعدين بالفارما وبالتخدير. الريسنت كونفولجن، طبعا الريسنت كونفولجن حكيناها مثل الدليريوم الترمينس، بس انها كونفولجن اختلاجات بشكل عام لاي سبب كان، فطبعا راح يصير اكشن بالعضلات. الاي سي تي نفسه اللي حكيناه بالبرين فوق الكتروك والزف ثيرابي، طبعا من يشمرون من مو من يشمرون من ينتلوهم بالكهرباء تمام، لمن عندهم شمره فنتله الكهرباء راح تخلي عضلاتهم تتحرك، شايفينها انتم بالافلام، فيبدي المريض كل شيء يتحرك، يصير تشنج بالعضلات، نفس الشيء قريب من اللي يصير بالدليريوم ترمينس وبالمالجنت هايبرثيرميا، يعني كلهم يصبون بنفس الشيء. الشك بشكل عام هايبوكاليميا هايبوثايرويدزم ذولا راح يزيدون الامام. خلصنا فكرتهم، عرفنا انه البي بي بالبرين، الام بي بالهارت، الام ام بالمسلز، الام بي هو اللي راح يهمنا اكثر شيء لان احنا يهمنا منه، يهمنا المايوكارديال انفكشن. زين الايزو انزيم اوف كرياتين كايناز هنا حيعيدها كالعاده، فيقول لكم ما تو سب يونس اكو ام اكو بي كومبايند ان تكون لك 3 ايزو انزيم. نوعيه الام ام هي بريدومينانت ايزو انزيم ان سكليتال اند كارديك مسل، وهاي النقطه اللي قلت لكم عليها من المحاضره من العفو السلايدات السابقه انه هي كلش مهمه، انه الام ام هو البريدومينانت بالكارديك، صحيح الام بي هو السبيسيفيك للكارديك، بس حتى بالعضلات مال القلب الام ام هو الاكثر. زين وشوفتكم النسب هنا على هذا الرسم اذا تشوفوه او هذا المخطط شلون اكو وين راح، اوكي بعدنا ما واصلي هذا المخطط شرحت لكم عليه، بينت لكم انه الام ام هو البريدومينانت ذا كارديك مسلز، ولهذا اذا اجى السؤال ويعني هو يجي هيك نوع من الاسئله فهو الطلاب يختارون الام بي، فانا بدي انبهكم عليه انه الام ام هو الاكثر، رغم انه الام بي يعتبر سبيسيفيك للهارت لان هو معظم موجود بالهارت، فمعظم الام بي هو بالهارت، بس معظم السي كي الموجود بالهارت هو شنو؟ ام ام. الهايبوثايرويدزم ريزولتس ان كرياتين كاينيز ام ام الفيشن بيكوز انفولفمنت اوف مسل تيشو وسلور كليرنس بسبب السلور ميتابوليزم، هنا ذكرناها فوق انه الهايبوثايرويدزم راح يزيد الام ام. الام بي هذا كلش مهم، يعطيك 35% فقط من السي كي اكتيفيتي ان كارديك مسل، قبل شوي شفناها حتى توصل 30، يعني بحدود 30 ل 35% فقط من الكرياتين كاينيز الموجود بالكارديك مسل هو من نوعيه ام بي، اما البقيه هو ام ام. And less than 5% بالسكليتال مسل، وهذا نعتبره سبيسيفيك، يعني هو من يصعد تشوف هو 35% من الكارديك، فاذا اكيد راح يجي بالك على الكارديك. بس مع هذا هو مو سبيسيفيك 100%، يعني مو مثل التروبونين اللي راح ناخذه، ولهذا من قرينا بالبدايه بالملخص اللي اول كم دقيقه شرحته، قلت لكم الكرياتين كاينيز ام بي حلو لطيف انه هو يعني بي خصوصيه للهارت واحنا نستخدمه، بس مو مثل التروبونين، يعني هذا الام بي هم موجود بالسكليتال مسل، فاذا ما راح تقدر تقول انه هو 100% سبيسيفيك، بس يعني هو معظمه من الهارت فده يعني بالغالب هو اصلا من الهارت، بس هسه راح نشوفهم حالات ممكن يطلع من العضلات. Is plasma activity always higher after myocardial infarction؟ ولهذا احنا نستخدم تشخيص الجلطات. Following myocardial infarction هذا هسه بدل مهم كلش، انه يبدا يرتفع خلال 4 الى 8 ساعات. طبعا 4 الى 8 ساعات من راح ناخذ التروبونين اللي هو صديقه راح نشوف انه يصعد قبله، يعني التروبونين يصعد قبل ال 4 الى 8 ساعات. زين؟ فيعني الام بي ممكن نعتبره شويه متاخر عن التروبونين. البيك مالته يوصل ل 12 الى 24 ساعه. والريتيرن تو نورمال خلال 48 الى 72 ساعه، يعني انت خلال يومين الى ثلاثه رجع، فما راح يفيدك بالمتابعه كلونج تيرم، يعني ما راح يفيدك ورا يومين ثلاثه خلاص رجع للطبيعي، في حين التروبونين شفنا يطول اكثر، اللاكتيت ديهايدروجينيز يطولون اكثر، فهي من الفروقات الكلش مهمه بيناتهم، هاي الارقام حفظ،
بالام اي اي شيء يخص الام اي حفظ. وانا دائما اقول لكم الهارت مهم، مو لانه هو صعب ولا لانه ممكن تفاصيله اكثر، لانه هارت، لانه ممكن يموت المريض، جلطه موت المريض انت اجبارا لازم تقراها، تقرا تفاصيلها. بعد عندك البي بي، هذا قلنا هاي كونستريشن برين، وبالسموث مصل ما جاسترو انتستاينال ذكرنا يعني بالبقيه جينيتال تراك، كل ذول البقيه يكون البي بي هو الاكثر. Maybe significantly elevated in carcinoma of various organs. Useful tumor-associated marker. من مميزات البي بي إنه هو ويا الكانسرز. فنشوف هسه نبين لك إنه بالهارت منو عندك الام بي والام ام الاثنين عتهم. زين، في حين بالسكريتال مصل الام ام، البقية كلهم بي بي. يعني تجي لليورناري للجي اي تي للبرين كلهم جماعة البي بي. بس ذولا قليل كلش، يعني استفاد من الكرياتين كاينيز بتشخيص مرض بالجي اي تي او مرض باليورناري، لان ذولا يميلون الجماعة منو، يميلون جماعة الجراحة. يعني اهل الجراحة صحيح يستخدمون انزيم، يعني مثلا بالكبد يستخدمون انزيم حتى لو هو جراح، بس جهاز الهضمي يعتمد على هواية دايجنوستيك تولز اكثر من الانزيمولوجي. زين، يعني عدا حالات مثل البنكرياس الكبد اوكي راح نستخدم الانزيمولوجي، بس مو مثل مثلا الام اي تشوفون. فهم اكو فرق بالاهميه. نكمل نقرا للمحاضره طويله. شوف الكرياتين كاينيز ايزو انزيم، عندك البي بي الام ام الام بي، كل واحد وين موجود، وهذا شرحه اعتقد يعني كلش كافي عاده هوايه. نجي للكلينيكال سيجنيفيكانس والكرياتين كاينيز، ايش راح يفيدنا كلينيكلي؟ كاتب لك ماسكولار ديزيز، كاتب لك ليفر ديزيز، وكاتب لك مايوكارديال انفاركشن بالاخير لانها المهمه. فنجي على الماسكولار ديزيز، يقول لك هو سيجنيفيكانتلي ليفيتد ان ماسكولار ديس اوردرز، خصوصا الماسكولار ديستروفي مثل الدوشين تايب. طبعا الدوشين ماسكولار ديستروفي هذا فكرته واحد وراثي، يجوا الاطفال يصيب الميل تمام، فيجي الطفل اول ما يجي تقريبا ما عنده شيء واضح، بعدين ممكن اثناء يعني اثناء الحمل يبين، يعني عشان يبين يعني يبين المسكولار ديستروفي انه الطفل ما يبدي يتحرك ببطن امه تمام، فيجي للدنيا عضلاته خامله، فممكن يعرفون هذا الشيء. بس يعني خلينا نقول انه ما عرفوا، فيجي الطفل بالبدايه مو كل شيء باين عليه، من يبدي ينمو الطفل ويسوي ديفلوبمنت المفروض مثلا يبدي يزحف، الزحف مالته راح يكون بطريقه تختلف، يعني راح يصير بطريقه يسموها شو يسموها الكوماندو اعتقد، اللي هو هذا اللي يزحف مثل الجيش، اذا شايفين الجيش من يزحفون يعني يزحف على بطنه تمام، مو يزحف على ركبه لان ما عنده عضلات قويه. بعدين من يقوم يمشي ما يقدر يمشي بهدوء، او يمشي شويه ويوقع، وبعدين من يدخل المدرسه راح تكون مشيته بعد اضعاف الى ان يوصل مرحله البلوغ، وهكذا يعني الى حدود 20 سنه كذا عضلاته تكون منتهيه ومعظمهم يموتون. يقول لك هو 50 تايمز اكثر من النورمال ابر ليميت، طبعا لان عضلات السكليت كلش هوايه بالجسم، يعني تقريبا فوق 40% نسبتها، فاكيد This may be rise before clinical disease is apparent. ممكن يرتفع قبل ما clinical disease apparent، وهي مهمة هنا لأن نقدر نستخدمها بالتشخيص حتى قبل ما أكو signs and symptoms واضحة. يعني إذا أنت شاك إنه هو عنده muscular dystrophy ممكن تستفاد من الـ MM تمام؟ الـ MM isoenzyme من الكرياتين كاينيز راح يفيدك. الكرياتين كاينيز activity decrease when increasing age of the patient. يعني هاي من الشغلات الحلوة، يعني هسه أنت عرفت إنه هو أكثر بالميل مما بالفيميل، وعرفنا ليش عنده مسكولار تشو اكثر. نفس الوقت هو يقل ويا زياده العمر. الليفل از نورمال ان نيوروجينيك مسكولار ديزيز لايك ماستينيا جرافيس مالتيبل سكليروسيس بوليمايلايتس باركنسون ديزيز. هاي نقطتهم كلش مهمه، يقول لك الليفل مالته نورمال بالنيوروجينيك مسكولار ديزيز. شنو يعني نيوروجينيك مسكولار ديزيز؟ هنا يعني هو منطق بسيط بس حلو انه كاتب لكم اياها، يعني لو ما كاتبها كان قلت لكم اياها، انه انت لازم المسكولار ديستروفي او المايوسايتس او اي مرض انت دا يصيب العضله نفسها، لان هو الكرياتين كاينيز موجود بالعضله. اما العضله شنجت لان الدمار مشلول، اما العضله ما دا تقدر تتحرك او دا ترجف لان باركنسون، او العضله ما دا تقدر تتحرك وانشلت لان ماستينيا جرافيس اللي يضرب لك النيورو ماسكولار جنكشن، فالعضله شنو دخلها؟ انت بالاخير المشكله بالبرين او المشكله بالنيرفز او المشكله بالنيورو ماسكولار جنكشن. اذا اي مشكله قبل العضله ما لها دخل، صحيح؟ يعني ماستينيا جرافيس المشكله بالنيورو ماسكولار جنكشن بالريسبتر مال الاستيركولين، صح؟ فالعضله ما لها دخل، ما راح يزداد الكرياتين كاينيز. المالتيبل سكليروسز اللي ما يعرفها عباره عن سيل سكليروسز باكثر من مكان بالبراين، من اسمه مالتيبل سكليروسز ممكن بالسباينال كورد، فياثر لك على هوايه فعاليات من ضمنها الحركه، فممكن انه ياثر لها، فيسموها نيوروجينيك ماسكولار ديزيز نفس ما كاتب لك، يعني اصلها نيورو بس هي ماسكولار ديزيز اللي تاثر على العضله. البوليومايلايتس تمام، تعرفوا الشلل الاطفال. الباركنسون ديزيز اللي هو سامعين بي شو يسموه باركنسون بالعربي، نسيت اني باركنسون بالعربي، ذاك اليوم مريضه بالمستشفى كان عندها باركنسون. زين، فهم اجوا قالوا لي اياه بالعربي، فاني يعني قلت لهم اوكي باركنسون، فكان الكوميونيكيشن صعب بالبدايه لان انا اسمه بالعربي، وهي مشكله
يعني احنا المفروض الامراض اللي كمان نحفظ اسمها بالعربي، فانتم يعني حفظوهم. لسه مثل يعني ناسي اسمه، الرعاشي او هيك شيء اسمه. تمام، زين. الكرياتين كايناز ام ام هو راح يزداد 7 الى 12 ضعف اكثر من النورمال فاليو. اوكي خلصنا. يعني انا اسف انه المحاضره دا تشرحها هوايه، بس هي لان هيك يعني هي المحاضره بهذا الشكل، والموضوع يستحق. فتحملوا شويه وقت المحاضرات. ليفر ديزيز يقول لك بما انه الليفر هاز نيجليجبل امونت من الكرياتين كايناز فما راح نعتمده. يعني احنا قلنا كرياتين كايناز ما له دخل بالكبد، ما راح نعتمده كانه دايجنوستيك. شوف هنا شارح لك عن الاكشن مالته. شوف هنا شلون الميتوكوندريا من الاوكسيديف فوسفوريليشن اللي يجيك من الكربوهيدرات عن طريق ال NADH وال FADH2، تمام؟ ماخذيهم ذول بالميتوكوندريا راح ينتج لك ATP. ال ATP راح يدخل ويا الكرياتين، ويا ال ATP يسوي لك كرياتين فوسفيت، بعدين يروح للعضله ينطي ال ATP مالته والعضله تشتغل. فدائما قسم العضله جزء ميتوكوندريا هذا مسؤول عن الطاقه، هي اسمها بيوت الطاقه، وجزء المايوفايبرال اللي هي مسؤوله عن الحركه اللي انتم باخذيها بالفسه جمال نيرف اند مسل. فإذا أنت بالأخير عندك حركة بالعضلات وعندك ميتوكوندريا تنتج طاقة. فهذا هو الكرياتين فوسفيت replenish ATP levels during muscular أو muscle contraction. ATP هو source مال energy، تحلل الكرياتين فوسفيت ما راح أعيده يعني كلش صارت المحاضرة طويلة. myocardial infarction هذا المهم نقرأ، كل شرحناه بس راح نجي نقرأ. يقول لك الكرياتين كينيز MB هو normally initially in the MI begin to rise after 2 to 4 hours. شوف هنا كاتب لك 2 to 4 أو بشكل عام 4 to 8، يعني 2 to 4 خلينا نقول هالتروبونين أكثر، بس أوكي يعني هو بهذا الرينج. after the infarction البيك مالته يوصل 12 إلى 24 ساعة، يرجع للنورمال خلال 48 ساعة إلى 72 ساعة، 10 إلى 25 times the normal value، يزداد كلش. nowadays more specific test than creatine kinase MB هو التروبونين تي. ليش؟ لأن ال MB موجود شو اسمه بالسكليتال ماسلز، الام بي هم موجود بالسكليتال ماسلز، فاذا مو يعتبر سبيسيفيك تيست. واكو مقارنه بيناتهم هسه راح اكمل واشرح لكم اياها. بس يقول لك هم الكرياتين كاينيز ام بي هو دايجنوستيك فور ام اي، يعني هذا ما يقلل من قيمته. لسات الكرياتين كاينيز ام بي واحد من الدايجنوستيك تول، ومن تاخذون بالباطنيه يشرح لكم اياه. يعني شلون يشرح لك الام اي؟ يقول لك الام اي يابا شلون يشخصها؟ اول شيء ساينا سيمبتومز، يجيك المريض عنده شكوى تشيست بين ويشرح لك اياه، وبعدين يجي يقول لك شنو سوي له اي سي جي ويشرح لك الاي سي جي، وراها يقول لك دز انزيم، شنو الانزيم؟ تروبونين، وبعد شنو؟ كرياتين كاينيز ام بي. فاذا الاستاتين ذكر هو له قيمته، بس التروبونين هو الاكثر، ولهذا احنا بالطوارئ نستخدم التروبونين ترى، لان احنا نريد نشخصه هسه. يعني هو اجاك انكسار لفت ساعتين، تمام؟ فانت التروبونين ممكن يكون صاعد، الكرياتين كاينيز يعني اقل، فاحنا التروبونين نستخدمه. اف ذير از نيجاتيف كرياتين كاينيز ام بي اكثر من 48 ساعه، It's clear that the patient had no MI attack. يعني إذا هو بعد السبتم خلال هاي 48 ساعة، يعني خلال يومين من السبتم مالته وما صعد الـ MB، فإذا هو clear إنه هو ما عنده MI. يعني روح فكر بغير شيء، فكر ممكن يكون كان عنده pericarditis، فكر إنه كان ممكن يكون عنده مشكلة بالإسوفيجس، تمام؟ مشكلة بالأيورتم، مشكلة بالمصل أساسا مال الشيست، يعني أي سبب ثاني للشيست بين، بس لا تفكر بالام اي لان ما صعدوا الانزيمز، لان الانزيمز المفروض يصعدون. يعني انت تحكي ام اي، الام اي ديث، يعني لا تنسون دائما الام اي هو مو نقصان بالاكسجين، هو موت الخلايا مع القلب. الام اي يعني ماتت، يعني نكروسز. كرياتين كاينيز ام بي ليفل از هيلفول ان كوانتيفاي ليفل اوف مسل دامج ان ام اي، وهذا الكلام ينطبق على كل الانزيمات. الانزيمات صحيه دايجنوستيك، بس مو فقط دايجنوستيك، هي تنطيك كوانتيفيكيشن او الكوانتيتي، يعني كوانتيتيف تيست، يعني كمية الدمج اللي صار بالعضلات. كرياتين كاينيز ام بي على التوتال، على التوتال كرياتين كاينيز ريشيو امبروف ذا سبيسيفيسيتي، يعطيك سبيسيفيسيتي اكثر للكرياتين كاينيز ام بي فور مايوكارديال انفكشن، يعني يقيسه على التوتال، فانت من يصعد مبين انه الهارت اذا اكثر من 5% السجستيف اوف كارديك سورس، يعني المصل مال الهارت. اوكي ما باقي لنا شيء، هذا الكلام هو اعاده، يعني خلص الكرياتين كاينيز. نيجي causes of rise plasma creatine kinase activity، شنو الأسباب؟ أول شيء physiological neonatal period، هسه راح يحكي لك أمور physiology اللي هو slightly rise above the upper reference level أو limit، يعني شوية يرتفع فوق ال adult hypneonate period، وإحنا قلنا إنه هو decrease with age. during or for a few days after parturition الولادة plasma creatine kinase is generally higher in Africa than Caucasian. أنا هاي أعتبرها من المعلومات اللي just for research، يعني
انا كلش اضج من القاها بالمحاضرات الصراحه، خصوصا اذا هي ما لها قيمه. يعني انت هل يهمك الكرياتين كاينيز بيضاوي الافريكان اكثر من الكوكيزيان؟ يعني الصراحه ما ادري، يعني هاي المفروض تكون واضحه بالجامعات، وهاي معلومات مو للحفظ. على فكره هي تجي، يعني انا هذا الموضوع انه احنا كانت تجينا من كنا طلاب، ومرات هي ما مهمه. انا ما دا احكي عن فرق، يعني مثلا استجابة العلاج أساسي، الانتشار مرض، يعني التيبي ما تجي تقول ينتشر بالعراق بس قليل ببريطانيا، أوكي يعني هاي حالة صحيحة. ما تجي تقول الساركويدوسيس والله بالعراق قليل، صحيح، بس ما تجي تقول لي والله فلان إنزيم شوية صاعد عند الأفريكان، لا يعني كافي. وإحنا يعني الطب أساسا هو معلوماتنا هواية. الماركت انكريز يعني ممكن greater than 5 to 10 times من upper reference limit. وين يصير؟ يصير بالسيفير سكين اند ماسكولار ديسوردر، بالشك سيركيلاتري فيلير، مايوكارديال انفكشن اللي ذكرناها، اللي هو هذا يصير ماركت انكريز، يعني يزداد كلش اكثر. يعني اشوف 5 to 10 times، قلنا بالام اي ممكن يصعد فوق ال 25 ضعف، اللي هو رقم كلش هوايه. زي مودريت تو سلايت انكريز، هذا طبعا شنو يسموه ماركت انكريز، اللي هو اهم شيء الام اي بي، الشك والسيركيلاتري فيلير على الجسم كله، وممكن سيفير سكين اند ماسكولار ديسوردر، يعني سيفير لازم المصل يعني من الدمع، يعني كراش انجري من هذا القوي. في حين المودريت اور سلايت انكريز اللي هو ليس ذان 5 تايمز، نشوفها بالامور الثانيه نقراهم. انا برايي ضبط الام اي هذا من السلايدات اللي حتحفظوه بعدين ويا الوقت، مثل ماسكولار انجري، مثل انترا ماسكولار انجكشن. يعني انترا ماسكولار انجكشن بالاخير هي لوكالي، فما تتوقع حيصعد هوايه. فيزيكال اكسرسايز بحد ذاته، روحتك للجيم اذا انت اكسرسايز قوي ممكن يصعد الام ام، الام ام العضلات، تمام. ف يعني هو يحكي لك، حتى يعني يحكي لك عن الكرياتين كاينيز التوتال بشكل عام حتى ما نفصلهم، بس يعني بشكل عام يصعد شويه. انفكشن مثل فايرال، افتر سيرجري قلنا السيرجري ممكن يزيد، هايبوثايرويدزم بحد ذاته، الكهوليزم، سم كيسز اوف سيربروفاسكولار اكسيدنت اند هيد انجري على مود البي بي البرين، سيرتين دراجز مثل ستاتين، سايكلوسبورين، كوكايين، جليكوجين ستورج ديزيز اللي هي كلش نادره. يعني هاي الامراض بشكل عام ممكن تزيد. انا قلت لكم هاي يعني تنحفظ ويا الوقت. التكنيك الصحيح بقراية هيش نوعية، انت مثلا اكسرسايز انجكشن هايبوثايرويدزم، دول انت حفظتهم. البقية يعني مثلا والله الكوكايين هو يصعد يا انزيم، ممكن يجيب لك هيش سؤال رغم انه انت عارف الام اي يجيب لك هذا السؤال، مو اشكال. انت هذا ويا الوقت تقرا، مبدئيا انت ركز على اللي كلش مهم اللي لازم هسه تحفظه. This is unusual، يقول لك causes of low plasma creatine kinase، كالعادة هو unusual حالة حال أي low level مع الإنزيم. أنا دائما نقول نحفظ من يصعد إمتى، من ينزل، مو كل شيء همنا. فيقول لك ما include cachexic state، يعني إمتى أنت منطقيا إمتى راح يقل، إذا واحد ما عنده عضلات هواية صح، فمبدئيا هو بالفيميل أقل من الميل، أوكي اتفقنا. بعد يقول لك cachexic state، cachexic state يعني شنو؟ يعني حتى تعرفون cachexia شنو، لما أنت تسوي دايت راح تخسر عضلات لو دهون، راح تخسر دهون صح؟ يعني انت لما دا تتحرك طبيعي، دا تمشي طبيعي، ممكن حتى دا تروح للجيم ونقلل الدايت ودا تصرف طاقه اكثر، راح تحرق دهونك، العضلات ما راح تحرقها. يعني الجسم ما يستخدم البروتينات كمصدر طاقه اولي، يستخدم الدهون والكربوهيدرات، مبدئيا هو الكربوهيدرات خلصت يروح للدهون، ما راح يستخدم البروتينات. بالكاتشكسيا راح يستخدم البروتينات، فتعريف الكاتشكسيا انك انت راح تحرق دهون، راح تحرق كربوهيدرات، بس راح تحرق بروتينات وياها. البروتينات يعني شنو؟ اللي قاري بروتينات يتذكر اول ملاحظه اذا تذكرون كتبتها هيج كلش كبيره بالبروتينات من شرحنا بايوكيمستري، شنو كانت؟ انه البروتينات ما تخزن، وقلت لكم هاي الملاحظه بحد ذاتها كل البروتينات تنقري عليها. فالكاتشكسيا تقول لك ماكو مصدر بروتين مخزون، انت ما عندك اصلا كانسان مخزون للبروتينات، فمنين حنروح نجيبها؟ اكيد من العضلات هي اكثر شيء، ما راح نروح للانزيمات ناخذها صح؟ ما راح نروح للليجامنت للفيشي، راح نروح للعضلات. فالكاتشكسيا ستيت العضلات راح تقل، فإذا اسوشيتد وذ ريدوس مسل ماس راح تقل. هاي امتى تصير؟ تصير بجماعه الكانسر مثلا. يعني جماعه شوف هو كاتب لك فور اكزامبل الكوهوليزم اندر نيوتريشن انتنسيف كير، والمثال المشهور للكاتشكسيا جماعه الكانسر، جماعه السرطان، سرطان يساعدهم كاتشكسيا. اوكي هذا السبب، يعني واضح ليش يكون قليل. بالنسبه للميل هو شويه اكثر من الفيميل، يعني عنده عضلات اكثر، هاي الهاير فاليو مال الميل بسبب انه عنده عضلات اكثر. خلصنا الكرياتين كاينيز، طبعا احنا ما راح نروح لللاكتيت دي هيدروجينيز، راح نروح على منو؟ راح نروح على التروبونين. ليش حنروح على التروبونين؟ لان هو صديقه، هم هذول الاثنين المهمات فلازم نقراهم سوا. وين التروبونين؟ هو شوف التروبونين والكرياتين كاينيز تقراهم سوا، يعني ذولا وسوي مقارنه بيناتهم. هسه راح نسوي مقارنه لطيفه، بس وين نلقى التروبونين؟ هو هذا السؤال. افضل هاي الانزيمات كلش هوايه، يعني ما بقى لنا شيء ان شاء الله هوايه. صعب يعني انتو خلصتوا المهم كلش، فمو اشكال. هسه نجي نشوف
مو موجود، وين التروبونين؟ اه هو كان بالجزء الاخير من المحاضرة. تمام اوكي اسف. بلازما انزايم باترن ديزيز، احنا حاكي لك على السكليت المصل، ورجع حاكي لك على الام اي. اوكي حاكي ال دي اتش هم ويا التروبونين. انا حشرح التروبونين نفس ما قلت لكم، بعدين نروح نقرا اللاكتيت دي هيدروجينيز حتى نقدر نجمعهم مع بعض، يعني اي اس احنا اصلا شارحين. شوفوا هو التروبونين ما حاكي عنه هوايه، بس بسوي لك مقارنه. خليني اعطيكم الملخص. شوفوا يا اخوان التروبونين هو واحد من البروتينات، بس ركزوا خمس دقائق بلي مهم. التروبونين هو واحد من بروتينات اساسيه موجوده بالعضلات. العضلات حتى تشتغل يحتاج لها بروتينات ضخمه يسموها المايوسين. هاي البروتينات الضخمه تكون هيج قاعده بالنص، وعندك بروتينات اصغر اللي هي يسموها الاكتين. فين المايوسين والاكتين دول الاساسيات، ويا الاكتين اكو اكثر من بروتين مشترك، واحد من عندهم يسموه شنو، يسموه التروبومايوسين. هذا التروبومايوسين هو الخيوط اللي تغطي الاكتيف سايت مال الاكتين. يعني اذا هذا الاكتين، هاي الخيوط هي التروبومايوسين. فالتروبومايوسين هو جزء يغطي الاكتيف سايت مالته حتى لا يرتبط الاكتين بالمايوسين. واكو واحد اسمه التروبونين. التروبونين شغله تنظيمي. التروبونين شو يسوي؟ يرتبط ويا الكالسيوم. تمام، لان اذا واحد قارئ اي فسه جمال نرف اما صديد، لان الكالسيوم كلش ضروري بالاكشن مال العضلات. الكالسيوم راح يرتبط ويكشف لك هاي الاكتيف سايتس، تمام، ويخليهم يرتبطون مع بعض، وهذا اللي يصير. فيقول لك التروبونين ديسكرايب ا جروب اوف بروتين ذات ار نورمالي اونلي فاوند ان سكيليتال ماسلز اند هارت بات كان ليك انتو بلاد ستريم اف ذا هارت بيكمز دامج. فاذا هي جروب من البروتينات نورمالي موجوده، هذا حال بقيه الانزيمات، بس هاي البروتينات موجوده على مود الوظيفه مال كونتراكشن اساسا، يعني هو هذا شغله. في جروب اوف كونتراكتايل بروتين ريجوليت كارديك اسيد سكريتال ماسل. ركز على كلمه ريجوليت، يعني هي مو الاكتين والمايوسين اللي هم دا يشدون، هي مجرد تسوي ريجوليشن. اذا شوف بها اكثر من نوع تروبونين اي سي يو تي، ذولا السي مثلا يرتبط ويا الكالسيوم، فراح يروح شنو يحرك لك التروبومايوسين ويكشف لك الاكتيف سايت، يقوم منه المايوسين يرتبط بالاكتين ويجره. هاي فكرتهم. فاذا ريجوليشن، المهم يرتبطوا ويا الكالسيوم وينظمون لك هاي العمليه. اللي ناسيها بالفلسفه جو مو اشكال، المهم تعرف ان التروبونين هو بروتين طبيعي موجود بالعضلات. They get released during event of heart injury مثل heart attack. These proteins help regulate muscle contraction, function of skeletal and heart muscle fibers, released into blood when cells of the heart are injured. كلام نفسه. More severely damaged heart يعني more leaked into blood. القاعدة نفسها انه تناسب طردي، ايش قد ما يتأذى ايش قد راح يصعدون. اكو 3 subunits of troponin اللي هم CIT، لازم تعرفوهم ذولا بالفسلجة. لمن الهارت از دامج التي والاي هم ريليزد بالدم، فلازم تعرف انه بالهارت سي ما له دخل، التي والاي هم اللي راح ريليزد بالدم. فشوف هنا هاي الصوره توضح لك، لاحظوا يا هذا الاكتين وهذا التروبومايوسين اللي مغطيه وهذا التروبونين. التروبونين باكثر من نوعيه، سي من اسمها سي مرتبطه ويا الكالسيوم، تمام، والتروبونين اي هو ابو الانهبيشن، والتي اللي هو يرتبط وياهم يحركهم. فشوف هو كاتب شويه، خلينا نقرا. يقول لك التروبومايوسين شنو فكرته، وين كان هذا فسجه بس نقرا. consists of two nearly identical alpha helical، helical يعني بهذا الشكل، polypeptide twisted ملفوفه around each other. التروبومايوسين runs in a groove formed by actin strands. each molecule of tropomyosin extends the length of 7 actin monomer troponin complex. يعني راح ياخذ على طول الاكتين. اوكي، التروبونين هو complex of three proteins ICT. ال T binds complex to tropomyosin. أي شلون كنت أحفظ الطلاب أقول لهم ال T يعني ويا tropomyosin، تمام. ال I هو أبو الانهبيشن من اسمه، تروبونين I هو inhibition of binding من مايوسين to actin. إذا ال T هو يرتبط ويا tropomyosin. ال T إذا شوفه، وين ال T؟ هذا ال T اللي لونه أزرق، ما أقدر أشراني هذا اللون أزرق، شوف شلون مرتبط ويا tropomyosin. الاي هو اللي يمنع لك الانهبيشن مال المايوسين ويا الاكتين. السي شو يسوي؟ من اسمه سي ويا الكالسيوم. فاذا تي تروبومايوسين، اي انهبيشن، سي يعني كالسيوم. فاوند اونلي ان سترياتد مسل، ولهذا السي فقط بالسكليت، فقط بالسترياتد يعني سكليت المسل يعني فولنتري مسل، في حين بالهارت ما راح يفيدنا. فدائما بالهارت ناخذ التي صح او الاي. زين هذا الكلام نفسه، هنا موضح لك اياها اكثر. شوف هنا كاتب لك هاي المايوسين اللي بالنص، هاي الاكتين اللي هي تشبك وياها يسوي لك اندر ديجيتيشن. وشوف هذا الرسم، شوف هاي المايوسين بايندينج سايت اللي هي مناطق الاتحاد هسه مكشوفه، في حين هنا شوف التروبومايوسين مغطيها. فبحاله بحاله الريلاكسيشن
تكون متغطاية. وشوف هذا المايوسين هيد ما مرتبطة، المايوسين هيد قاعدة ومفصولة عن الأكتين، ليش هي متغطاية؟ البايندينج سايت. الكالسيوم اجى، سوى الكالسيوم؟ الكالسيوم ارتبط لك ويا منه؟ ويا التروبونين سي. التروبونين سي سوى؟ راح لك على التروبونين تي، حرك لك التروبومايوسين، لان تي هو المربوط بالتروبومايوسين، حركه، من حركه هو شويه فره، من فره شنو كشفوا ذولا؟ البايندينج سايت، منو اجى؟ الهيد مال مايوسين ارتبط بيها، جرها على صفحه سوى لك كونتراكشن. هاي يعني ملخص كل العمليات اللي تصير بالعضلات بالبساطه. فالكالسيوم هو التريجر، الكالسيوم هو اللي يسوي لك تريجر. ولهذا احنا شو نقول؟ العضله ما تشتغل الا يجيها اشاره كهربائيه، الاشاره الكهربائيه شو تسوي؟ تحرر لك الكالسيوم من المخازن مالته، صحيح لو لا؟ هو هذا يصير. يقول لك الباترن اوف تروبونين تي ان اكوت مايوكارديال انفاركشن، هذا هو اللي يهمنا انه ايش حيصير بالام اي. يقول لك رايز خلال اول 3 ساعات، فاذا مو وقت صعد البيك مالته 12 ل 48 ساعه، شيء قريب من الكرياتين كاينيز ام بي، ريمين اليفيتد 10 تو 14 دايز، هذا اللي هو يميزه، صعد بالبدايه وتاخر اكثر. فشوف صعدته، انه صعد من اول يوم بسرعه، صعد وصل البيك مالته خلال نص يوم الى يوم الى يومين، وبعدين نزل لك وين؟ بعد 10 ايام او اكثر. هذا الشيء حيفيدك، اوكي؟ شوف هنا كاتب لك رايز 4 تو 8 اورز، هنا كاتب لك 3 اورز، يعني هو بشكل عام قبل الكرياتين كاينيز ام بي. زين، الادفانتج اوف تروبونين اوفر كرياتين كاينيز ام بي، يعني شوف حطها بعنوان، يعني الام بي هسه دايبجي. شنو فوائد التروبونين او الادفانتجز مالته فوق الكرياتين كاينيز ام بي؟ اول شيء سبيسيفيك، يعني مو سبيسيفيك فور كارديك مسل انجري، يعني التروبونين قلنا هنا راح يشخص لك ام اي، في حين الكرياتين كاينيز ام بي صحيح هو ينطيك مال هارت، بس بنفس الوقت ممكن يصعد بحالات العضلات. نورمال ان نون كارديك مسل انجري، هذا ما يصعد بالنون كارديك مسل انجري، في حين شوف السبيسيفيتي هنا انكريز ان سكيليتال مسل انجري بالبرين باللانج بالرينال فيلير، راح تقول لي هذا ام بي شلون يصعد بهم؟ اقول لك اوكي هو صح ام بي هو يصعد بالهارت اكثر شيء، بس هو موجود بالعضلات، ممكن يصعد بالعضلات او بغير الانسجه، فاذا مو كلش سبيسيفيك. هاي الشغله الاولى كلش مهمه. انكريز ليفل يقول لك يزداد خلال 4 الى 8 ساعات. اتس اليفيتد لونجر ذان الكرياتين كاينيز. فاذا هنا رايز ايرليير ذان تروبونين، يعني يصعد صحيح مرات من البدايه قبل التروبونين، وان كان التروبونين مرات مو وقت، يعني قلت لكم 3 ساعات يصعد. ديسابير ايرليير ذان تروبونين، يعني يصعد صح مرات مو وقت كلش، انت شفت الارقام قريبه بس يختفي كلش مو وقت، فما راح يفيدك باللونج تيرم. بعد شنو؟ السنسيتيفيتي، هذا مور سنسيتيف. شنو الفرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي؟ المفروض تعرفوها. السبيسيفيك يعني يشخصك هذا المرض بالضبط، يعني سبيسيفيك لهذا المرض. السنسيتيفيتي يعني ايش قد نقدر، يعني ايش قد بحساسيه، ايش قد نقدر بسهوله نقيسه، يعني هل دائما حيصعد لو مو دائما، هذا قصد بالسنسيتيفيتي، يعني ايش قد حيصعد بحيث الدرجه انه احنا نقدر كاطباء نقيسه. تشوفون؟ فإذا هذا مور سنسيتيف تو كارديك مسل انجري اكثر من الكرياتين. هنا ليس سنسيتيف تو كارديك مسل انجري. اخر شيء الامبورتنس مور امبورتنت، هنا ليس امبورتنت. فهذا ملخص الكلام اللي فينا، وهنا سوالك المقارنه، نجي احنا نسوي المقارنه بين ذولا، وبعدين نروح منه ناخذ اللاكتيد هيدروجينيز اخر واحد. فنجي نشوف المقارنه، يقول لك التروبونين تي ام تي يصعد 4 تو 8 اورز، التروبونين اي 4 تو 6 اورز، الكرياتين كاينيز ام بي 4 تو 8 اورز. فقلت لكم الوقت يعني ما مو فرق حيل، يعني قبل شوي قال لك هو الام بي يصعد بالبدايه، هو قال لك ايرليير، في حين شوف حتى بالرسم هنا حاط التروبونين تي. بالحقيقه هم يصعدون من وقت اثنينهم، فنستفاد من عندهم، بس الاختلاف هو وين؟ البيك ليفل مالتهم تقريبا نفسه، ما فرقوا حيل. الاختلاف الاساسي هو بالريتيرن تو نورمال، هنا 7 تو 10 دايز، هنا 3 تو 10 دايز، هنا فقط 3 تو 4 دايز او 2 تو 3 دايز حسب، يعني راح يرجع بسرعه. بقالنا منه؟ بقالنا اللاكتيت دي هيدروجينيز. هسه انتم ضبطتوا كل شيء المفروض المهم، بقالك اخير واحد اللاكتيت دي هيدروجينيز اللي جزء من عنده بالهارت وجزء ثاني هو ما له علاقه بالهارت، راح نشوفه شويه يعني حتصبرون حتى تقدرون تقروا تشوفون انه هو يطلع 2 تو 5 دايز ويطول 10 ايام. الديتكتبل مالته او الانسيت مالته كلش متاخره ال دي اتش، هذا اللي يميزه. فاذا حتى نكمل موضوع الكارديو نقرا ال دي اتش اللي هو تايب 1. تايب 1 هو راح يصعد بالهارت، يصعد متاخر ويطول فتره طويله، اذا راح يفيدك بالمتابعه مال الام اي بالمستقبل، يعني بعد كذا يوم مو بلحظه الام اي. هذا هو الشيء اللي يميزه وبس. خلصت الكارديك، اعتقد الموضوع سهل، بس احنا راح نروح نكمل اوكي لاكتيدي هيدروجينيز، بس انا اريدكم انه تكونون خلاص ضبطتوا وعرفتوا انه التروبونين هو رقم واحد، كرياتين كاينيز ام بي رقم اثنين، ال دي اتش ممكن يفيدك، ال اس جي او تي او الاي اس تي يعني الصراحه حتى ما ينحكي عنه، يعني مش روح بسلايد محاضرات
بالبداية بالاي اس تي، يعني مو كلش احنا راح نهتم به. هسه بقينا اللاكتيت هيدروجينيز، شوف هنا كاتب عنه كلش هواية. اوكي مو اشكال، هحاول انه استعجل لكم به، مو صعب يعني، بس ركزوا وياي، التعبان يوقف المحاضرة ويرجع. اوكي خلنا نبدي نقرا. نجي للاكتيت دي هيدروجينيز، سكرت اخوان هو اسمه دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز يعني شو يسوي؟ يعني إزالة هيدروجين، صح؟ زين، الهيدروجين من ينزال هذا التفاعل شنو؟ أكسد واختزال. إذا دي هيدروجينيز هو متفاعلات الأكسد واختزال. أنتم كلكم تعرفون إنه بالتحلل السكري تنتج بايروفيك أسيد، وإذا ماكو أكسجين شو راح تسوي؟ راح تحوله إلى لاكتيت، حامض لبني. إذا اكو أكسجين وين تودي؟ تحوله أستيل كوي، وأستيل كوي يدخل دورة كريبس، دورة كريبس تنتج لك نواتج، هاي النواتج تروح وين؟ للميتوكوندريا، هناك اكو أكسجين، وأسوي لك موضوع الأكسيد الفوسفوريليشن، اللي شرح لكم إياه بمحاضرة كانت يعني بها هواي تفاصيل. انه شلون راح تصير العمليه وينتج لك اي تي بي من الاخير. اذا الفكره ببساطه انك انت اذا ماكو اكسجين راح تروح باتجاه اللاكتيت. هذا يعني الشيء كمان اللي انتم تعرفوه القريب بالبايوكيمستري. اكو استخدامات ثانيه، يعني انه اللاكتيت حتى تستخدمه بالنيورو يعني كترانسميتر، تقدر تستخدمه استخدامات ثانيه، تفاعلات ثانيه مو كلش تهمك بس مذكوره راح نقراها. واللي يهمك هو امتى يصعد. مبدئيا اللي يميز اللاكتيت دي هيدروجينيز انه هو يصعد بكل الانسجه، يعني راح تشوفون هذا الجوكر ال LDH هو الجوكر اللي راح تلقاه بكل الأنسجة يصعد، يعني تلقاه بهواية أنسجة هو صاعد، وراح نشوف إنه أنواعه وكل واحد شلون راح يصعد بالتدريج. اللي يهمنا إنه من الهارت أخذناه، وهسه راح نشوف البقية. بيقول لك الأكتيت دي هيدروجينيز هو تترامرك إنزيم، بما إنه تترامرك يعني بيه أربع أجزاء، وراح نشوف الاحتمالية مالتهم. بيلونج تو تو هيدروكسيل أسيد أوكسيريدكتيز فاميلي. منهم هيدروكسيل أسيد اللي هم البايروفيت واللاكتيت، خلينا نشوف التركيب مالتهم. إذا تيجي تشوفهم شوف هذا اللاكتيت وهذا البايروفيت، اثنيناتهم اسيد. اذا شوف بيهم مجموعه الحامض مال مجموعه الكربوكسيل. الفرق شنو؟ انه اللاكتيت كان بكربون سي اتش او اتش، تمام؟ شلنا من عند الاتش بقى لنا سي او، صار اسمه بايروفيت. فاذا البايروفيت هو اذا تشوفه هو كيتو اسيد. ليش كيتو اسيد؟ لان يعني هذا كيتو وهذا اسيد. البايروفيت هو نفسه اللي يتفاعل ويا الالانين، من كنا ناخذ الاي ال تي اذا تتذكرون. فمن شلت من عند هذول الهيدروجين الاثنين ومنهم طيتهم لل NAD الموجب، سويته NADH زائد NH. من تريد بالعكس تسوي التفاعل بهذا الاتجاه حتصرف NADH، ولهذا نقول من البايروفيت يتحول الى لاكتيت بحاله التنفس اللاهوائي احنا بدنا نخسر طاقه، ولهذا التنفس اللاهوائي ما ينطيك طاقه هوايه. اكيد تذكروه حتى من الاعداديه، تنفس اللاهوائي ينطيك طاقه قليل، في حين التنفس الهوائي ينطيك هوايه، ينطيك 38 اي تي بي، تنفس اللاهوائي ينطيك اقل. ف هذا هو التفاعل بهالبساطة. شوفهم اثنينهم حامض وده ينقل بيناتهم. فيقول لك increases in rate of simultaneous interconversion. simultaneous interconversion يعني نفس الوقت تحول بين pyruvate to lactate and nicotine amide adenine dinucleotide to NAD. يعني تحول هذا لهذا وهذا لهذا، يعني تفاعل مع بعض وهو راح رجع reversible. فأنت بتتحول lactate إلى pyruvate راح تنتج NADH، من تحول pyruvate إلى lactate راح تستهلك NADH مثل بواضح يعني بهذا الرسم. عندكم بس حفظوه، هذا مهم. ليش مهم؟ لان هو نفسه بالكربوهيدرات اللي تاخذي، يعني المفروض التفاعل مو جديد عليكم. اذا كنتوا بالذكري كل زين، اذا كنتوا ناسي فاقروا. reaction involves transfer of hydride ion من NADH to C2 carbon من البايروفيت commonly used by cells of anaerobic respiration. ركز هنا على هالجمله، هاي اهم جمله هنا. طبعا كربون 2 شفتوها انتم بالرسم، ما راح اروح له. The LDH is expressed extensively in body tissues. كل الأنسجة مثل منهم مثل البلاست سيل. البلاست سيل أنتوا راسين روح بالكم تنفس لها هواي. إذا تذكرون بالهيماتو كنا نقول عليها، وحتى بالكربوهيدرات كنا نقول الخلايا الحمراء أن تنطبق عليها بالإسكافي حافي وابن السقا عطشان. إذا سمعنا هالمثل اللي هو إنه هي ناقلة الأكسجين للجسم خطية، بس هي تتنفس لها هوايين. زين، يعني هي الشمعة اللي تحترق لتنوير درب الأجيال. هارت مصل، الهارت مصل هارت يعني الهارت مصل تتنفس لها هوائية، تحتاج الهارت مصل تقدر تتنفس لها هوائيين. because it's released during tissue damage marker mark common injuries such as heart failure. واحد منها heart failure، بس راح تشوفون common injuries بالاس، وهاي الاس كلش كبيرة يعني كلش هواية أمراض. then this enzyme found nearly in all living cells. انطاك ياها من البداية انه هو كل living cells. LDH catalyzed conversion of lactate to pyruvate. اوكي هذا كلام مشروع. فشوف اللاكتيت استخداماته هنا شرح لك اياها ككيمياء، ما راح نطول بيها. بالجلوكونيوجينيسيس يعني تعرفون اللاكتيت اذا حولته الى بايروفيت، البايروفيت تقدر ترجع الى جلوكوز. يعني تذكرون عمليه الجلوكونيوجينيسيس انه هي نفس الجلايكوليسيس بالمقلوب، يعني كنت هنا جلوكوز حولته الى بايروفيت، صح؟ مجرد تقليبها والصعده الى جلوكوز. ف
فانت بتجيب اللاكتيت تحوله الى بايروفيت، تقدر تساعدك تشبيه سكر، فهاي واحده من الشغلات اللي يسويها الكبد. طبعا هاي بحاله انه هو مرتاح، يعني حاليا انتهى الاكسرسايز وعندك لاكتيت تقدر تستخدمه. بعد يقول لك هو الترنيت انرجي سورس، قلنا بالانيروبيك راح نستخدمه. النيورون استروسايت لاكتيت شتل، شنو هذا الاستروسايتات لاكتيت شتل؟ الشتل اللي ما يعرفه بالكيمياء يعني انك انت تعبر شيء، يعني مثلا عندك ميمبرين هنا فتريد تدخله، فراح تدخله بتفاعل وبعدين تجي تقلب للتفاعل هنا مرت له يسموه شتل. هذا هو الشتل، مثال عليه اللي اخذناه بالبروتينات. زين، فاكو شيء بالنيورون يسموه استروسايت لاكتيت شتل، ما يهمنا، واصلا انتم ما ماخذيه موستلي، ما اعتقد احد اصلا ماخذه، يعني انا قاري مره واحده بحياتي وناسي عليها هسه لان ما مهم. السيجنال مولكيول انه قلت لكم يشتغل كترانسميتر يسموه لاكتورمون اللي هو يعني كانه لاكتيت هرمون، اللي هو يشتغل اوتوكراين باراكراين اندوكراين افكتس. هاي شرح لك اياها الفيزيولوجيكال رول مال لاكتيت ان ذا بودي، صراحه هو اللي يهمك هو موضوع الطاقه، يعني هو هذا كمان بيناتهم. لاكتيت يشتغل كالترناتيف فيول بودي خلال الانديورنس تريننج. شنو يعني الانديورنس تريننج؟ يعني هذول اللي يركضون هوايه مثل الرياضيين هيضطرون يستخدمون شنو؟ الايروبيك سورسز. ولهذا تشوفون بالفحوصات مع اللاعبين يحكون دائما عن اللاكتيت، يعني اذكر كلش طشت فتره محمد صلاح بالموسم الثاني مال ليفربول. اسف. act as energy source in the brain خلال النيورو استروسايت لاكتيت شتل، هذا energy source بالبرين. act as source of gluconeogenesis، act كهرمون يسموه لاكتومون. خلصنا، نجي نقرا. يقول لك لاكتيت هيدروجيناز كاتالايزر تر كونفنشن، اوكي كافي كل شيء هواي حكاها. تمام، هاي كونستريشن اوف لاكتيت الانزيم اكسبت فيد باك ميكانيزم، طبعا يعني لما اكل لاكتيت راح اسوي انهبيشن. ريت مان كونفرجن بايروفيت تو لاكتيت هو راح يقل، ما راح يتحول بعد بايروفيت تو لاكتيت. اس اولسو كاتالايز دي هيدروجينيشن اوف تو هيدروكسي بيوتاريت، هذا مو كلش مهم، اللي هو ماتش بورر سبستريت ذان لاكتيت. هاي معلومات كيمياء زايده. هسه بدينا بالشغل مالتنا، امتى يرتفع؟ هذا كلام كله كيمياء، اللي يهمك من عند اللي انت اوريدي ماخذه بالكربوهيدرات، هذا اللي يهمك. اي شيء اضافي يعني جاست باي المحاضره تطلع عليه. اللي يهمك انك انت لازم، يعني لازم اجبارا انت من كنت بالاعداديه تعرف انه البايروفيت يتحول للاكتيت وشلون يتحول، هاي لازم تعرفها. شنو اسباب ارتفاع ال LDH؟ مبدئيا انت لازم دائما تتذكر انه LDH موجود تقريبا بكل الخلايا، فانت راح تشوفه بهواي امراض. من الاسباب، اول سبب هو شيء يسموه ارتفاكتشوال. ارتفاكتشوال يعني شنو؟ يعني مشكلة أنت بالتكنيك، يعني هو مو سبب، إنما أنت artifactual أنك أنت بدأ تأخذ العينة مثلا بالغلط تحلل الدم عندك. الدم طبعا خلايا حمراء، والخلايا الحمراء تتنفس لها هوائية، يعني هي ملكة الـ LDH، فرص الـ LDH راح يصعد فينطيك شيء يسموه false positive، يعني يعطيك إشارة positive بس هي بالحقيقة مو positive، فيسموه artifactual. يعني يقول لك in vitro يعني بالمختبر، hemolysis، التحلل مو صار داخل الدم مال المريض، انما بالمختبر. المشكله ينبه بالمختبر او delayed separation، تاخر بالseparation مال البلازما from whole blood. فال LDH often used كماركر of tissue breakdown in LDH abundant in red blood cell وfunction كماركر of hemolysis. هاي اذا hemolysis بداخل جسمنا، بس اذا hemolysis بالعينه مال الدم فهذا يسموه artifactual. blood sample that has been handled، يعني تعاملوا اياها ونقلها incorrectly، تعامل أبو المختبر مالها كان مو صحيح، يسوي لك false positive high level of LDH بسبب الإرثروسايد دامج. أوكي خلصنا من عنده، أعتقد سهل بس حفظوه وفهموه. precaution يقول لك الهيموليسيز يرفع لك LDH seen in myocardial infarction مثلا. فالرايز level of LDH 1 and 2 in megaloblastic anemia اللي هي تعرفوها جماعة الديفيشنسي مال B12 والفولات. هسه نجي للايزوانزيم. الايزوانزيم مال لاكتيت كلش مهم انه تثبت القوه بيناتهم، لان راح تسمعون ارقام دائما لاكتيت هيدروجينيز 1 و 2 و 3 ذول كمان، فاعرفهم ببساطه حاختصر لكم الموضوع. هذا الرسم يوضحهم. انت عندك قطعه من الدي ان اي بها جين يسموه لاكتيت هيدروجينيز اتش اي، وكو قطعه ثانيه يسموها لاكتيت هيدروجينيز بي. اوكي سي عفوها، هذا الاي ينتج لك لاكتيت هيدروجينيز سب يونت يسموها ام، هذه يسموها H. تمام، صار عندك M و H. فإذا جيت ربطت 4 M مع بعض سويتها type 1، 3 M ويا 1 H صار 2، 2 ب 2 صار 3، 1 ب 3 صار 4، 4 هم H صار 5، أو 4 هم M العفو صار 5 بهذا الشكل. فإذا 4 H صار type 1،
إذا 4M صار تايب 5 والبقية بيناتهم. ذولا هم اللاكتيت ديهيدروجينيز الخمس أنواع. أنت عندك هنا اللاكتيت ديهيدروجينيز تايب سي اللي هو ما ينحكي عنه بالعادة، يعني هذا موجود بالميل بالتستس والسبيرمز، يعني ما شارحه فاحنا ما راح نشرحه، يعني أصلا ما له قيمة كلينيكلي مثل ذولا. فيقول لك اللاكتيت ديهيدروجينيز هو انزيم present in the whole cell and present only in the cytoplasm of the cell. من المحاضرة الأولى أخاف أحد ناسيها، يعني كان بوقتها يعني شرحناها. أوكي هنكتب بالسيرش، نكتب AST، هو كان ويا AST إذا تتذكرون، ونكتب مايتو كوندريال. إذا تشوفون كنا نقول إنه الترانس أمينيز واللاكتيت ديهيدروجينيز are terminally located in cytoplasm. زين، فهي المفروض يعني احنا حافظيها بس وقت قلنا نقراها بعدين. زين خلصنا. بعد يقول لك اللاكتيت ديهيدروجينيز present in heart, liver, RBC, kidney, skeletal muscle, lung, brain، بكل مكان. molecular weight مالته اوكي consist of four peptide chain of two types. نوعية M او سموها A، هي ليش A؟ لان الجين مالتها اللي ينطيها A. نوعية H اللي هي سموها B، تشوفون الرسم هنا ال B انطى لل H وال A انطى لل M، ففرق بيناتهم لان هذه يسموه لاكتيت ديهيدروجينيز H وهذا يسموه لاكتيت ديهيدروجينيز B. يعني هاي ال H، يعني هاي ال H الاولى، هاي ال H مال ديهيدروجينيز تمام، وهذا ال B هو اسم الجين، وهذا ال H هو السب يونت، وال A اسم الجين وال M سب يونت. فايش تربطتهم شلون؟ يقول لك الام فور مسل اتش فور هارت، فهو مسويها بهذا الشكل. فيقول لك تايب 1 ايش حيكون؟ هارت 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 هارت، هيك بهذا الشكل. زين ال5 ام 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 والبقيه بيناتهم. فيقول لك كنترول باي لوسي الهيومن كروموسوم نمبر 11 و 12 ريسبكتيفلي، ذول يحتوون على جينات. هسه هو شرحها بهذا الشكل، يقول لك ال دي اتش ايز انزيم من 1 الى 5 ميد اوف ديفرنت ريشيو، نسب مختلفه للام لل اتش اللي هو المسل والهارت سب يونتس. Transcribed from، شنو يعني transcribed؟ يعني عملية transcription اللي تصير بالجينات من ال LDHA وال LDHP respectively. The LDHC هو تترمر يتكون من LDHC unit اللي قلنا مو كلش مهم. زين هذا ال SA امتى تسوي؟ ال SA يعني من نفصلهم قلنا، يعني من يجي مو total، مو تاخذ ال lactate dehydrogenase total، انما تفصلهم الى subunit malt او تفصلهم الى isoenzyme malt. Therefore assume more clinical significance when separated into isoenzyme fractions. The enzyme can be separated into five major fractions such as comprising four subunits. فشوف هسه هنا هذا يعني إعادة نفس الشيء ما راح أركز به. هسه وين مكانهم؟ تجي LDH1 وين يطلع لك أكثر شيء بالهارت، زين بالمايوكارديال انفاكشن وبالخلايا الحمراء اللي هو هيموليتك أنيميا، ولهذا شو نقول إحنا دائما وتشوف تو هم بيكون بالهارت والريد بلاست سيل، نقول إنه إذا هذا صار artifactual راح ينطيك انطباع خاطئ عن انه اكو MI، رغم ان الموضوع هو صار هيموليسيس تحلل بالدم. فشوفهم يصعدون السور هنا بالريد بلاست يطلع لك ميجالوبلاستيك انيميا، اكيوت رينال انفاركشن وهيمولايز سبيسمن. شوف الهيمولايز سبيسمن حكينا عليها تمام، شوف هنا هيموليتيك انيميا، هنا هيمولايز سبيسمن، العينه من تتحلل داخل المختبر. من تجي ال5 راح تلقاه هو MMMM يعني سكليتال مسل، يا بالسكليتال مسل انجري. إيش بقى لك؟ بس بقى لك 3 و4 تحفظهم. 3 و4 ببساطة 3 تابع عبو الرئة أكثر شيء، هيشوف جماعة البلمينري إمبوليزم، بلمينري نيمونيا، واللي من ضمنها كورونا كوفيد اللي هم يزداد بيها اللاكتيت ديهيدروجينيز، بس لازم إكستنسف بلمينري نيمونيا، لازم يعني لازم الرئة كلها هاي. الليمفوسايتوسيس يعني هو موجود بالليمفوسايت، موجود بالبنكرياس وبالبنكرياتايتس وبالكارسينوما بشكل عام، وهسه راح نشوف علاقته بالسرطان. أبو الفور هو أبو الليفر بالهيباتيك إنجري أو إنفلاميشن، قلنا إحنا الكبد يعني أخذنا إنزيمات كلش كافية له. هسا راح يشرح عنهم، يشرح عن المايوكارديال إنفاركشن واليورينري وبعدين علاقته بالكانسر. فأنتوا لي حد الكانسر يعني أنتوا ركزوا وياي، بعد الكانسر راح يكون سهل. رايز LDH1 هو most significant in diagnosis of MI أبو 1 اللي هو 1 اللي هو الدياجنوستيك. Lactate dehydrogenase was used in delay diagnosis. شوف ركزي على كلمة delay، هاي أهم شيء من كل اللي شرحناه ليها الساعة عن lactate dehydrogenase، إنه delay diagnosis يعني إجاك المريض يقول لك قبل 5 أيام كان عندي symptoms، يعني تما راح تروح تشيك تروبونين ولا راح تروح تشيك كرياتين كينيز إم بي، راح يفيدك من LDH.
of myocardial infarction. Yeah, التروبونين has largely taken over this role from LDH. صحيح انه التروبونين حاليا يقول لك هو يعني اخذ دور الكل، يعني كل الايجابيات بي، بس ال LDH هو هذا الشغل الاساسي كان قبل. يعني الكرياتين كينيز ام بي ما تقدر تستفاد من عنده بهالحاله، التروبونين حاليا يفيدك لان هو التحليل السهل والمشهور الموجود بالمختبرات كلها، بس ال LDH يفيدك تقدر تستفاد من عنده، بس ما حد يسوي على فكره، يعني ما حد يسوي ال LDH. الرايز ال دي اتش فاليو ار سيلين، اول شيء ليفر ديزيز يمكن يرتفع، قلنا تايب 5 او 4 هذا ما يهمنا. اللنج ديزيزز يعني بالمونري انفكشن، بالمونري امبوليزم، بالهيموليسيس، بالكحول، بالميديكيشن مثل الوارفرين والانتي ابيليبتيك. نشوف تايب 1 اهم شيء بالمايوكارديال انفكشن، زين تايب 2 هم مايوكارديال انفكشن، تايب 3 يعني بالمونري انجري اكثر شيء. التوتال ال دي اتش انديكيت مالتي اورجان انجري، هذا اللي يهمنا، انه لو صعدوا كلتهم التوتال معناته ممكن نضرب لك اكثر واحد، يعني مايوكارديال انفكشن مثل كونجستيف هارت فيلير يسوي لك بالمونري هيباتيك كونجستشن، يعني هو قلب ضرب لك رئه ويا كبد، فصار عندك صعدوا كلهم. ادفانس مالجنسي، مالجنسي ادفانس يعني واصل مرحله ستيج 4 ومنتشر وخبص الدنيا، فهنا راح يسوي لك توتال. الاوتو اميون ديزيز، اللي اوتو اميون ديزيز من صفاتها شنو؟ بها صفتين دائما تحفظوها عنها، انه تضرب البنات الفيميل اكثر، والشغله الثانيه تضرب لك هوايه اورجانس، يعني من تضرب ما ترحم، تضرب لك كل شيء. هاي الاوتو اميون ديزيز، فانت تشوفها ضربت لك كذا اورجان فكلهم يصعدون. اذا امتى راح يزداد ال دي اتش بشكل عام بكل الانواع؟ بالمالتي اورجان انجريز. اذا هسه كلمتين حفظتوها، انه يفيدك بالديلي روم انه التروبونين اخذ الدور مالته، وانه يفيدك بالمالتي اورجان انجريز. بالام اي راح تقروها انه يرتفع خلال 24 48 ساعه، يعني ورا يوم الى يوم، يعني يكون كلش متاخر. البيك مالته يوصل 2 الى 3 ايام ويرجع للطبيعي بعد 5 الى 10 ايام او اكثر، تمام؟ فاذا راح يتاخر حتى يرجع. Rise moderately in cardiac failure, myocarditis, liver congestion. يعني ممكن يصعد بس بحالات زين، بحالات أقل. يعني rise moderately. يقول لك that is why LDH help diagnose MI in late stage after 4 days of chest pain history. مو يفيدك رأسا بالطوارئ، يفيدك إذا بعد 4 أيام وتريد تشوف كان عندي MI لو لا. هذا الكلام احنا ذكرناه من الانترودكشن واعتقد واضح. اللاكتيت دي هيدروجينيز ان ام اي يقول لك هو تترامار نون ايدنتيكال، هاي يوضح لك اياه. يقول لك مثلا هسه النورمال سيرم، شوف الاكيوت مايوكارديال انفكشن ياهو اللي صعد لك تايب 1. اليورين ال دي اتش، ال دي اتش رايز ليفل ان يورين انديكيت يورولوجيكال انجري، يعني بالكليه 5 تايمز رايز ليفل يصير مثلا بالجلوميرولار نفرايتس. هاي امراض انتم بس حتعرفوا تسمعون اسمها، جلوميرولار نفرايتس يعني التهاب النفرون، التهاب الكويكبات. سيستميك لوبوس اريثيميتس اللي هو الاس ال اي اللي هو اوتو اميون، دايابيتيك نيفروباثي اللي هو سكر يضرب لك كلى، يورين بلادر اند كيدني تيومرز، تمام. دايجنوستيك انزايم اناليسيس، اشوف الاي اس تي الاي ال تي الال دي اتش والكرياتين كاينيز، دول كلهم بحاله الهارت الليفر سكريتال وصل ار بي سي، ما حيفيدك حيل لان التقارير يعني بس راح يشوفك انه الليفر شوف ذول يصعدون اكثر شيء. بالهارت شوف انه الاي اس تي يصعد في حين الاي ال تي بيصعد لانه ما له دخل، الاي ال تي سبيسيفيك فور ليفر. شوف ال دي اتش يصعد، الكرياتين كايليز كلش يصعد، فلهذا هذا راح نعتبره هو افضل بالعدهم. اوكي بقانا اللاكتيت هيدروجينيز ان كانسر، ادري تعبتهم يعني انا تعبت كلش بس يعني لازم نشرحها ببساطه. اللاكتيت هيدروجينيز ان كانسر شيء يقول لك يعني حتى اختصر لكم الموضوع لان هو صفحه واحده شرحها. اكو شيء يسموه واربرغ افكت. الواربرغ افكت فكرته يقول لك انه بالتيومر سيل الجلايكوليسيز مور اكتف. التيومر سيل عباره عن خلايا جوعانه. هو التيومر سيل شنو فكرته؟ خلايا مسويه تمرد على جسمنا بحيث تبدي تتكاثر من عدها، تنقسم من عدها، تنمو من عدها خارج السيطره مالتنا، فتشوفها كبرت وضربت لك الاورجنز وقامت تنتشر خلصت الدنيا. فالجلايكوليسيز مالتها اكثر، وهذا جماعه الكيتو دايت اذا سامعين شيء يقول لك الكيتو دايت يفيدك بالكانسر لان انت ما تاكل كربوهيدرات، ولهذا يقول لك الكربوهيدرات هي مصدر للكانسر، انت قاعد تشبع الخلايا بالسكر، فبطل السكر هو التيومر راح يجوع اكثر منك. يقول لك خلاياك انت هي بدها تنقسم هوايه، هي هادئه وقاعده، بس انت بتسوي لي مجاعه ذول الكانسر سيلز اللي هم طول الوقت ينقسمون حيتاذون ويموتون. شيء قريب للميكانيزم مال الكيموثيرابي والراديوثيرابي، من اجل اضرب كل الخلايا تنقسم، التيومر ينقسم هوايه يتاذى هوايه، خلايا تنقسم اقل فما تتاذى هوايه، صح؟ فهي هاي فكرته. فهذا الوربرج افكت يقول لك يعني اكو استخدام للسكر والتحلل السكري كلش هوايه بالتيومر سيل، فراح اشوف ال دي اتش الفعاليه مالته اكثر، صح؟ يقول لك مقارنه بالنورمال سيل الكانسر سيل سويتش فروم اوكسيديتيف فوسفوريليشن الى زياده بالجلايكوليسيس. ليش تعبر من الاوكسيديتيف فوسفوريليشن؟
لان ماكو سفشنت اوكسجين لها، هي تكبر، انتم تعرفون الكسر راح يكبر بالحجم، البلس سبلاي مالته قليل، لان البلس سبلاي بالاناتومي متعامل ويا البريست بحجمه الطبيعي، متعامل ويا الكبد بحجمه الطبيعي، ويا البروستات بحجمه الطبيعي، ما متعامل وياهم بحاله كانسر، يعني اناتومي محسب نفسه طبيعي. فلما الكانسر يكبر يحتاج هو يبدي يصنع فيزلز، يسموها انجيوجينيسيس، يعني يصنع فيزلز جديده حتى يقدر يعيش. فدائما هو الكانسر يعاني من الاكسجين ما كافي، ولهذا يقول لك الكانسر ما ممكن يعبر 1 كيلو، يعني حجمه وعدد خلاياه وكتلته ما راح تعبر 1 كيلو. ليش؟ يقول لك راح يبدي يوصل مرحله حجمه ما يوصل لنيوتريشن كافي ويموت، فخلاص يعني هذا حد. ولهذا التيومر ممكن تلقى تيومر بحجم انسان يعني بالاخير، انه اكو حد. فيقول لك دائما الكانسر معاناته من شنو؟ انه ماكو اكسجين كافي. ماكو اكسجين يعني ماكو اكسيدات فوسفوريليشن، يعني ماكو موضوع استخدام ال NADH2، ال NADH، ال FADH2، الميتوكوندريا ما راح تقدر تشتغل زين. فاذا راح نسوي جلايكوليسيس اكثر، من جلايكوليسيس اكثر راح نحتاج منه اكيد اللاكتيت ديهيدروجينيز، اذا راح يصعد ونشوفه بالكانسر سيل. هذا ملخص الكلام. اذا هو يسموه واربرغ افكت، هذا كله حكيته، مور اكتيف ان تيومر سيلز ذان ان نورمال سيلز، ولهذا ال AADH elevated multiple cancers have been associated with poor survival. يعني شنو poor survival؟ يعني ما راح يعيش المريض. لكن دي هيدروجينيز هو سنترال بلاير ان واربرغ افكت، لاعب اساسي. Elevated LDH levels in many cancer cell types has been associated with growth, maintenance and invasion of cancer. النمو مالته ومهاجمته وكل هذا الكلام اللي يسوي. يقول لك when LDH containing cells are damaged or diseased, LDH is shed into bloodstream and leads to an increased LDH level. واضح. لما الخلايا راح دمج او ديزيز راح تبدي تنطي ال دي اتش. اوكي، اندر نورمال كونديشن لاكتيت دي هيدروجينيز يحول لك، هاي تدري كم مره عادها؟ هاي الجمله هاي عادها يمكن 20 مره، يعني هو الظاهر حاسس انه انتم ناسيها او كذا فدعيدها هوايه. يقول لك وايل ان نيوبلاستيك كونديشن، بحاله نيوبلاستيك بكرياتايتس، بصل اجري، سيل ميمبرين دمج، ليفر، لانج ديزيز، كوفيد، ستيميليت برودكشن مال لاكتيت دي هيدروجينيز. هسه راح يجيك على الكوفيد. الكوفيد فكرته انه احنا حكينا انه الايزا انزيم الثالث اللي هو ال دي اتش 3 هذا يصعد بحاله الرئه، وكوفيد هو يضرب لك الرئه، فحاله حال البقيه راح يزيد لك ال دي اتش. ملخص الكلام، بس الغريب انه هو ذاكر لك كوفيد بالمحاضره، وهي بالعاده المحاضرات يعني ما يسوي لها ابديت الا وقت بعد وقت طويل من كورو من التحديث العلمي، فكل زين انهم محسيها يعني عاشتهم. فال دي اتش ليفل هاير ان سيفير كوفيد 19 بيشنت كومبيرد وذ نون سيفير، يعني ال دي اتش يقول لك تقدر تقيس السيفيرتي مع كوفيد عن طريقه، وين كان احنا نستخدمها بالعاده؟ يعني نستخدم السي تي ونستخدم السيبتومز ونستخدم الاوكسيميتر ونقيس الاكسجين مالته، صح؟ يعني شوفوا الاكسجين مالته اذا بالتسعينات يعني زين، نازل الثمانينات سبعينات يعني وضعه لا تعبان، ونازل الستينات هذا يعني حينتهي. نستخدم السي تي سكان، اوكي؟ السي تي سكان يطلع لك بالضبط وين الدمج. يقول لك ال دي اتش هم يقرر لك السيفيريتي. يقول لك also high level of LDH were associated with CT scan and significantly reflect pneumonia اللي هو التهاب الرئة. Accumulated evidence يعني أدلة متراكمة استخدام ال LDH كبايوماركر for measuring severity of COVID disease. يقول لك حاليا يقيسون، نقول ليش ما نستخدم ال LDH ونقيس بي severity؟ ليش ندز ذا CT scan؟ Severe infection may cause cytokine mediated tissue damage و LDH release. يقول لك بما انه LDH موجود بالرئة يعني isoenzyme 3 patient لما COVID severe، ولا تنسى كلمة severe COVID، كان be expected نتوقع من عنده انه عنده greater amount of LDH in circulation as severe form of interstitial pneumonia of evolving acute respiratory distress syndrome اللي هو distress اللي شو يسموه بالعربي، يعني راح التنفس مالته يفشل وما يقدر يتنفس. Additionally, LDH level are elevated in thrombotic microangiopathic أو الانجيوباثي. الثرومبوتيك microangiopathy هذا مرض راح يصير عندك thrombosis، تمام، والفيزلز راح تصير صغيرة ويسموها micro يعني constriction، ويصير بيها تدمير للبليتليت، هاي فكرته. Which is associated with renal failure, myocardial injury, acidic pH, activation of metalloproteases. ما أدري ليش ذاكرهم. Present high oxidative metabolism, energy buy، حتى مقطوعة حط صورة عليها. أوكي كافي، أعتقد يعني بعد كوفيد جست إنك أنت تعرف إنه اللاكتيت دي هيدروجينيز إنزيم تايب 3 يصعد ويا سيفيريتي، يعني أعتقد هذا هو اللي ممكن يجي كلش كافي، مساعد طبعا السي تي سكان والهيستوري والإكزامينيشن كلش كافي للتشخيص. تمام، خلصنا هسه الجزء الكلش صعب وطويل. كملنا الكبد، كملنا الهارت، يعني باقي لنا إنزيم أبسط كل السهلات يطبق عليهم نفس الافكار، يعني ما بيهم فشي جديد.
الهارت اهتموا بيه، بي أسئلة كل شوية، بي ملاحظات كل شوية، بس بنفس الوقت سهل. يعني الملخص اللي قلناه بالبداية هو نفس اللي استنتجناه بالأخير، هو هذا اللي حيبقى وياكم. كل الكلام الثاني أنت حتستفاد من عنده، حتربطه ويا أمور ثانية، بس بالأخير الملخص المفيد هو اللي انذكر، هذا اللي أنت تحتاج إن شاء الله، وإن شاء الله يفيدك، وإن شاء الله تبقون تتذكروه إلى أن تصلون للباطنية، لأن يعني كلش حترتاحون من تصلون كذا سلايد شارح لكم عن الإنزيم، نقول إي والله إحنا قريناها دكتور علي شرحنا إياها، وتمشي وتعبرها، مجرد تقرأها تطلع عليها راح تكون كلش مرتاح، لأن ذاك الوقت تتخيل أنت قاعد تقرأ باثولوجي، قاعد تقرأ باطنية، وقاعد تقرأ تريتمنت وفارما، وقاعد تقرأ إي سي جي اللي هو بحد ذاته يحتاجك فد 10 أيام حتى تكمله حتى تضبطه، وأنت تكون مخلص من الإنزيمات، في حين مثلا شخص ثاني يعني قاعد يقرأهم. فانت حتكون مرتاح تمام. فاقروها لكم، اقروا للمستقبل، لان انا دائما اقول انه انت راحتك بهالايام هي بتعب الايام السابقه زين. فيعني مثلا سعلي من دا اشرح بسهوله، ممكن يعني غير يقعد يتعب كل شويه حتى يشرحها، لان هو مثلا ما قاريها قبل زين. وهذا الشيء حتى يعني يصير وياي، اذا شيء مثلا انا ناسي كلش اضوج اشرحها، يعني ما احب اشرحها هاي ناسيها ما اريد اشرحها. فتعب السنين السابقه هو اللي يطلع هسه، والشيء اللي نتعبه هسه هو حيبين بعد سنين، وهكذا. فما اريد احكي لكم تنميه بشريه، تعرفون انه انا ضدها، بس اللي اريد اقول انه يعني ادري تعبتوا بالمحاضره، بعد هذا الوقت كل اللي سمعتوه انه اكو نتيجه بالمستقبل حتتذكروها، فلما بالمستقبل حتتذكر حتقول يلا الحمد لله تعبت زين. فلا تضوجون اذا المحاضره بها شرح، انا تعرفون طبعي انه الشرح كل شيء يكون قصير ومركز وانطي المفيد، يعني ما احب اطول عليكم واسولف لكم امور ما تحتاجوها، بس مرات اضطر انه انا اعطي ديتيلز، لان هو الموضوع يستحق، هو الموضوع يعني فارض روحه، يا اما اشرقله على السريع وما تفهموني، يا اما انه اعطي تفاصيل، فادا اضطر اعطي تفاصيل وخلاص. انتم يعني بعد طلاب طب وتتحملون، وانا امون عليكم. شكرا جزيلا لكم لحضوركم، ان شاء الله يا رب تكونوا استفاديتم، ونلتقي بمحاضرات قادمه. مع السلامه.